السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أستاذة فاطمة، أستاذة عنوة، أستاذ عبد الرحيم، أستاذة خديجة، أستاذة ميس، أستاذة ثروت، أستاذ مالك، أستاذ محمد حمدوش، أستاذة آمنة. يا أهلا وسهلا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أستاذة هالة، أهلا أستاذة روبا، كيفك؟ طمنيني عنك. والله الحمد لله، نشكر الله. أهلا وسهلا أستاذة نعمات، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. والله نشكر الله، الحمد لله. حضرتك بعين تاب أستاذة روبا؟ لا والله بأي في مكان مدينة؟ آخر. هلا نحن بمنطقة تابعة لديار بكر. تمام. خير ان شاء الله. نحن الله يجعلك بمنطقة بخير. قريبة على أنقرة، كربوك إذا بتسمعي فيها. إيه باردة؟ مو هي باردة جدا؟ مو اي والله اليوم برد كتير كتير، خاصة يعني طلعنا من البيت وفتنا كتير كتير، والله برد اليوم. ديار بكر اهدى اروق، ايه صح؟ ان شاء الله هيك. ايه والله، هلا هي برد يعني اجمالا هالفتره كلها بارده بكل مكان والله، بس يعني انتم يمكن منطقتكم بارده جدا، يعني هي من المناطق اللي هي بارده جدا. لأنه جبلية وكلها غابات، يعني كل المنطقة غابات، يعني هي الله أصلا هاي يحميكم يا رب. المدينة، الله يخليك، هي المدينة أصلا ما فيها غير، يعني هي كلها جامعة، يعني جامعة، يعني جامعة، يعني طلاب جامعيين. يعني هي لها علاقة بالطلاب أكثر شيء، صح؟ تماما. عدد السكان قليل كتير، حتى الأتراك يعني عددهم كتير قليل، بس هي جامعة يعني عاملينها جديدة حديثة حلوة يعني، بس هيك يا يعني ستي يلا الحمد لله، ان شاء الله هيك الله الحمد يمضي لله. هالفتره على خير، لانه هو والله برد كتير، يعني الله يعين الناس في كل مكان، يعني هي ايه فتره والله، بارده جدا. يلا ايه الله يحمي والله، الجميع ان شاء الله. شكرا لك. آمين. شو الله اخباركم يسلمك. جميعا؟ احنا الدرس الجاي حيكون اخر درس ان شاء الله، شلون استعدادكم؟ اكيد ما تفاجأتوا، يعني الدرس الجاي هو يوم الخميس ان شاء الله حيكون اخر درس بالكورس ان الله راد. إن والله شاء مع الله. الأسف بالنسبة إلي، يعني الحقيقة عن جد، يعني الحقيقة الواحد هيك فعلا أنا بيعز علي كتير والله، يعني فعلا يمكن قلت لكم من الكورسات الرائعة جدا جدا بالنسبة إلي. يمكن أحلى شيء بالتدريبات، يمكن أحلى شيء بالتدريبات خلينا نتعرف على أشخاص مثل حضرتك حقيقي، يعني أو مثل تسلمي يا رب، زملاء، يعني طريقة نقاش، الاحترام صح عن جد، يعني هذا أهم شيء يمكن صح بنكتسبه يعني. صح والله، يعني الحقيقة أنا فعلا، يعني أنا أستاذ منصور أخذها مني، يعني أنا كنت بدي أقول الحقيقة، يعني مر الوقت بسرعة جدا، يعني أنا ما كنت متوقعة إنه بهالسرعة إنه هيك يخلص الكورس. هلا والله يا أستاذة خديجة، ما بعرف والله الحقيقة، يعني لسه أنا بدرس بالجامعة الحقيقة، فإن شاء الله بركي مع رشد، إن شاء الله بالفترة الجاية يكون في كورسات تانية إن شاء الله، وهيك نلتقي إن شاء الله. طبعا ما تودعوني هلا لأني أنا ما بحب الوداع، فخليها للدرس الجاي إن شاء الله بيكون أحسن. إن شاء الله إن شاء الله نلتقي فيك بخير دائما إن شاء الله. تسلم يا رب، نلتقي فيكم إن شاء الله يا رب، وهيك الله ييسر أموركم جميعا، إن شاء الله تستفيدوا من هالكورس، يعني الحقيقة إن شاء الله يا رب يكون فعلا، يعني أنتم الشيء اللي كنتم متوقعينه من هالكورس قدرتوا تستفيدوا وتحصلوا عليه، يعني بتمنى لكم التوفيق جميعا، يعني إن شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله حنضل على المجموعه، يعني انا حضل المجموعه ان شاء الله، وحضرتكم يعني صار ارقامكم عندي، يعني فينكم حضراتكم اذا حبيتوا اي شيء استفسار او شيء دائما جاهزه، وبتضلوا اخوه يعني ان شاء الله تعالى. إن شاء الله، وحضرتك إذا احتجتي شيء كمان نحن هون موجودين، يعني تسلمي أي يا رب، اكيد تحتاجين. اكيد والله ما بستغني، اكيد شكرا لحضراتكم. الله يبارك طيب فيك يا رب. تسلمي يا رب. يلا نحن حنعمل هلا هيك نستكمل الكورس، كان باقي لنا كم شغله كثير هدول حلوين ومهمين بالعمل. اول شيء عندنا اول شغله مهمه هي العمل بالمجموعات الصغيره. طبعا العمل بالمجموعات الصغيره اثبت ايجابيته الكبيره بالعمل ونتائجه الايجابيه على المؤسسه ككل. العمل ضمن مجموعات صغيره لما بيكون العمل منظم وفي أهداف محددة وفي خطة عمل ومسار استراتيجية عمل عم يمشوا عليها فريق العمل،
يعني ثلاثة أرباع المشاكل اللي بتواجه المؤسسة ممكن يساهموا بحلها بشكل كبير. هلأ حنشوف بهالجزء هذا بدرس اليوم، الدرس القادم إن شاء الله. طبعا درس اليوم حيحكي عن مجموعات العمل، درس القادم بإذن الله حنحكي عن باقي عنا شغلتين أساسيتين، هن مهارة الإلقاء ومهارة تقديم العروض التقديمية اللي هي استخدام الباوربوينت. إن شاء الله تعالى اليوم حنحكي عن العمل بالمجموعات الصغيرة. هلأ طبعاً بتعرفوا حضراتكم في عنا نوعين من المجموعات، في عندي مجموعات أولية ومجموعات ثانوية، حنحكي عنهم حنشوف الفرق بيناتهم، وفي عندي الاختلاف والاتصال بالمجموعات، هل يكون الاختلاف أثر بالمجموعات الصغيرة؟ اختلاف يعني مقصود فيه اختلاف في وجهات النظر، اختلاف باتخاذ القرارات، اختلاف بأمور معينة بالعمل، فهل هذا الشيء له أثر إيجابي أو سلبي على عمل المجموعة ككل؟ حنشوفه هلأ إن شاء الله. حنشوف كيف بيتقوم أداء المجموعات الصغيرة، يعني أنت عم تشتغل ضمن مجموعة صغيرة، في دائماً مرحلة هي اسمها تقويم الأداء. بعملية تقويم الأداء يعني إحنا عم نصحح مسار المجموعة. بهالمرحلة هاي لما نحن منقوم الأداء بنشوف أول شيء المراحل اللي وصلنا له، ومنحاول نصحح إذا كان عندنا في مشكلة معينة بالإنجاز، بالتنفيذ، بالأشخاص الموجودين، فكمان حنشوف شلون. بعدين حنشوف كيف إنه الشخص بيستخدم مهارات الحوار والإقناع لحتى يوصل وجهة نظره لباقي أفراد المجموعة. طبعاً هي من الأمور الهامة جداً بالعمل المجموعات ضمن المجموعات الصغيرة. هلأ بدنا نجاوب على بعض الأسئلة. يلا رح نسأل أول شيء الأستاذ عبد الكريم غريبي. أستاذ عبد الكريم حضرتك معنا؟ أستاذ عبد الكريم؟ طبعاً يلا. أستاذ عبد الكريم، من أسباب الانضمام إلى مجموعات هو تحقيق حاجات نفسية واجتماعية، يعني الإنسان لما بينضم لمجموعة صغيرة بيشعر بكيانه، يعني بتشعر أنك أنت شخص فاعل، يعني أنت عم تقدر تقوم بشيء إيجابي داخل هالمجموعة هاي. طبعاً صح، أحسنت أستاذ عبد الكريم، شكراً لحضرتك، شكراً لك أستاذ أنس. يلا السؤال اللي بعده رح نسأل أستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد حضرتك معنا؟ طيب أستاذة أمينة؟ أستاذة أنجيلا؟ يلا أستاذة أنجيلا حضرتك معنا؟ يلا. لا يوجد فرق بين المجموعات الأولية والمجموعات الثانوية، برأي حضرتك صح أو خطأ؟ هلا خطأ، أكيد في فرق، لأنه لو ما في فرق بيناتهم ما كانوا عملوهم. أكيد، أحسنتي أحسنتي أستاذة أنجيلا، هي المجموعات الأولية هي عادة المجموعات الأساسية، مقصود فيها المجموعات الأساسية هي المجموعات اللي بتضم أشخاص في تربطهم علاقة، خليني أقول قرابة، علاقة تواصل كبيرة بينهم وبين بعضهم. والمجموعات الأساسية هي بتكون بطبيعة الأحوال هي مجموعات مستمرة. كيف يعني مجموعات مستمرة؟ يعني مثلا المجموعات اللي هي بتكون موجودة ضمن العائلة الواحدة. أحسنت أستاذ أنس، مجموعة الأولية الأسرة مثلا، أحيانا مثلا بتلاقوا ضمن الأسرة بتلاقوا مثلا الابن والخال والعم اللي هن بيكون أعمارهم قريبة من بعض، تلاقي عاملين لحالهم مجموعة. هدول مجموعة هي مجموعات بتكون أساسية بحكم القرابة وإنه علاقتهم بتضل مستمرة، فهدول اسمها مجموعة أولية. أما المجموعة الثانوية هي مجموعات العمل اللي بتكون مشكلة لصالح هدف معين خلال فترة معينة، لازم ينجزوا يحققوا أهداف معينة، بعد ما بينتهي تنفيذهم للعمل تنتهي عمل هاي المجموعة. فهذا الفرق بيناتهم، طبعا في فرق بيناتهم. شكرا لك استاذة أنجيلا. نجي هلا استاذ أيمن. استاذ أيمن حضرتك معنا؟ استاذ أيمن؟ طيب استاذة آثار؟
يلا أستاذ أيمن حضرتك معنا، يلا تمام، شكرا لحضرتك. أستاذ آثار يلا للسؤال اللي بعده. أستاذ أيمن، لم تؤثر التكنولوجيا في أداء وعمل المجموعات الصغيرة، صح أو خطأ؟ هل التكنولوجيا أثرت في أداء وعمل المجموعات الصغيرة أم ما أثرت؟ خطأ، لأنه صح، أحسنت، لأنه هلأ صار معظم التقنيات أو معظم الاجتماعات بتدير التكنولوجيا، فالتكنولوجيا صار أثر كتير كبير على عمل المجموعات الصغيرة. بتلاحظوا في كتير من المؤسسات الكبيرة بالعالم، بالذات بهالسنتين الأخرانيات، هالسنتين اللي صار فيها جائحة كورونا، بتلاقوا في كتير من الشركات تحول عملها إلى للعمل عن طريق أو باستخدام التكنولوجيا. فبتلاقوا أنه صارت تدير اجتماعاتها، تتابع أداء الموظفين، صارت في أنظمة مراقبة لأعمال الموظفين إذا كان هالموظف عم يشتغل ولا لا. هلأ بينما في ناس ما اعتمدت على التكنولوجيا، أحسنت أستاذ محمد أو أستاذ محمود، لأنه صار في إدارة عن بعد. فهلأ شو صار؟ بتلاقوا أنه في كتير من الشركات اللي هي بالأساس ما كيفت حالة أنه تشتغل في حال حدوث مشكلة معينة أو تستخدم التكنولوجيا، أو شو صار؟ صار عندها مشكلة أنه في شركات أشهرت إفلاسها، في شركات سرحت الموظفين. فبتلاقوا أنه بسبب التكنولوجيا ما توقف شيء، اتفاقيات ظلت مستمرة، وعمليات التفاوض والحوار باستخدام التكنولوجيا ظلت مستمرة. فبتلاقوا في كتير من الأمور اللي هي ظلت مستمرة على الرغم من أنه بتلاقوا يمكن الحياة الطبيعية العادية توقفت، ولكن استمر العمل باستخدام هالتكنولوجيا. فالتكنولوجيا أثرت بشكل كتير كبير على أداء وعمل المجموعات الصغيرة. نجي على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رح نسأل أستاذة آثار. تمام يلا أستاذة آثار، تعتبر المجاملة على حساب الهدف، لما نحن منجامل شخص ونقول له قرارك صح، هو من سلبيات المجموعات الصغيرة، صح أو خطأ؟ صح. أحسنتي. ليش؟ لأن رح يأثر على الهدف الأساسي تبع المجموعة. أحسنتي، شكراً لحضرتك. هي تعتبر إذن من السلبيات للمجموعات الصغيرة، لو لما شخص يجامل بأي موضوع بخص عمل المجموعة ككل، لما أنت بتجامل طبعاً هذا الشخص شوفه بيأثر كتير سلباً. بأي ناحية؟ إنه قد يكون هالقرار اللي اتخذ يكون فيه له أثر كتير رجعي على عمل المجموعة ككل، فهذا من سلبيات عمل المجموعات الصغيرة. ما بيصير الواحد يجامل، أنت قاعد بقلب مجموعة، كل شخص له الحق في إبداء رأيه. فهون كتير في إلها ميزة أنه أنت تعطي رأيك بكل صدق وبكل صراحة وتتناقش مع الموجودين، فهذا يعتبر من ميزات العمل ضمن المجموعات الصغيرة. طيب هلأ حنشوف فيديو، شكراً لحضراتكم جميعاً، يلا حنشوف فيديو. فضل أستاذ محمود. بس نفس السؤال، فضل. احيانا يعني ممكن نضطر يعني مجامله لكن بطريقه ثانيه، يعني بجلسات تفاوض او التواصل ممكن يعني بنقول له لشخص يعني ممكن يكون رايك صح، لكن الاصح ممكن انه نعمل هالشغله بطريقه ثانيه. تمام، بس مو يعني المجامله ليست دائما تؤثر على الهدف. صح، ولكن احيانا المجامله ضمن المجموعه الصغيره، شوفوا أحيانا قائد الفريق بيكون عنده وجهة نظر خطأ. هلأ كل الموجودين بيخجلوا منه أنه يقولوا له وجهة نظرك خطأ، ليش عم بتجاملوا؟ إذا أنتوا فعليا الواحد عم يشتغل ضمن فريق عمل، كل شخص له الحرية بإبداء رأيه، بالنهاية المجموعة بتوصل لرأيها الصحيح. في طبعا اللباقة غير المجاملة. أحسنتي أستاذة نجاح، لما الشخص أنت من باب أنك أنت عم تعطي لهذا الشخص ما تقلل من احترامه وما تقلل من هيبته، ولكن ضمن المجموعة الصغيرة هدول صاروا مثل العائلة، فأنت ليش عم بتجامل هذا الشخص وأنت ما في حواجز، ما في إحراج منه؟ بالنهاية كلكم لازم توصلوا لقرار، والقرار الكل يقتنع فيه. فلما بتجامل هذا الشخص، أنت إما شخص متسيب أو شخص لك مصلحة مع هذا الشخص، أو أنه أنت فعلياً عم تجامل لأنك ما بدك تشتغل أصلاً.
هلا في ناس كتير بتجامل لأنه هي ما بتحب تشتغل، فهي من الأمور اللي هي فعلاً بتأثر سلباً عمل المجموعة. الشيء اللي تفضلت حضرتك وحكيت عنه أستاذ محمود هو موضوع أنك مثلاً عندك مشكلة بشخص معين، مشان أنت تتجنب المجادلة، مو المجاملة، المجادلة بالموضوع، فأنت ممكن تقوله أنه أي طيب فكرتك صح، ولكن نحن خلينا نمشي هلأ بهي الفكرة ونرجع ندرس الفكرة اللي أنت حكيت عنها ونشوف إمكانية تطبيقها. ممكن تماماً أنسى هذا، أنا ما بعني يعني دائماً هو يعني ما لازم الإنسان يكون إمع، يعني كما حدثني صح صح أحسن صح عليه الصلاة والسلام، وإن أساء وأساء، لكن دائماً حتى في المجموعات الصغيرة، يعني حتى على مستوى إدارة أو مؤسسة أو منظمة، دائماً يعني كل شخص في شيء اسمه حدود النفس، في شيء بداخله، صح. فإذا كنت مباشر في كل إجاباتك يعني قد تؤدي إلى يعني مشاكل مستقبلاً، يعني أنه الشخص إذا خطأته ممكن يضل في ذهنه أنه دائماً هو خطأني، لازم أنا خطأه لاحقاً. فأحيانا نستخدم مهارات التواصل بهيك قصص، يعني صح. ممكن نقول له أنه وجهة نظرك من هالباب ممكن، لكن بناء على السياق الحالي، بناء على المعطيات الحالية، ممكن أنه نعمل بهالطريقة لهالسبب، يعني ممكن نخلق مبررات. يعني هذا أحسنت. صح صح أستاذ محمود، ولكن شوف حضرتك عم تحكي مشان أنت تسير عمل المجموعة، وهذا الشيء مو خطأ، ولكن لما بيكون النقاش مفتوح من حق كل عضو داخل المجموعة أنه هو يعطي رأيه بكل صدق، لأنه بالنهاية كل شخص هو بده يتحمل مسؤولية القرار اللي هو اتخذه. يعني أنت إذا جاملت شخص وأنت عارفان أنه قراره خطأ، فأنت حتى تتحمل مسؤولية هذا الخطأ مثلك مثله. فهون الفكرة، يعني إحنا نحاول الواحد يتجنب المجاملة بالمجموعات الصغيرة، لأنه بالنهاية أنت في هدف محدد بدك توصل له. المجاملة ما بتقدم للعمل أي خطوة، ما بتتقدم أي خطوة للأمام بالعمل، بالعكس ممكن ترجع لورا إذا ما كانت فعلا هلأ جامل لما بيكون قراره صح. يعني إذا أنت شفت فعلا أنه قراره صح، فأنت حتمشي معه بالقرار الصح، تقول خلص لا أنا بعتقد أنه قرارك صح، يلا بنمشي بنفس الاتجاه، وهذا الشيء مو غلط. يعني وحضرتك تفضلت بشغلة هي كمان كتير حلوة، أنه أنت ما يكون الإنسان فظ، يعني حاول قدر الإمكان أنه مثلا إذا أنت ما بدك تجامل شخص بس ما تكون فظ معه، يعني تحاول قدر الإمكان بليونة توصل له فكرتك، كمان هذا الشيء صح، وهي من مهارات التواصل. أحسن أستاذ حمزة، ولا يهمك، ما في مشكلة. يلا هلأ حنشوف فيديو، هلأ هذا الفيديو رح يعطينا أفكار عن فريق العمل. هلأ ركزوا على الفيديو هيك، يعني حاولوا تسمعوا الفيديو بتركيز لحتى نتناقش فيه إن شاء الله. حابس أعمل شير. هل سبق لكم العمل في فريق؟ ماذا تعرفون عن فريق العمل؟ يتألف فريق العمل. صوت واضح؟ تمام 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 شكرا. نعم نعم. عمل من مجموعة يتم تشكيلها من الموظفين يتعاونون لإنجاز مهام محددة، كما يعتبر فريق العمل أكثر فاعلية عندما تكون ظروف العمل متغيرة ومهارات الموظفين محددة في مواجهة هذه الظروف. وبفضل المشاركة والجهد التعاوني بين أعضاء الفريق تزيد درجة قبولهم والتزامهم بتنفيذ الحلول التي يقترحونها. ومن مواصفات فريق العمل وجود هدف مشترك ومحدد يسعى أعضاء الفريق إلى تحقيقه، القيادة على أساس المشاركة والمسؤولية المشتركة، تشجيع النقاشات المفتوحة والاجتماعات الفعالة لحل المشكلات، قياس الأداء مباشرة من خلال إنجازات الفريق الجماعية. هلأ شوفوا أعطاكم مقدمة عن فريق العمل. هلأ بده يحكي موقف، تمام؟ هلأ في موقف بشركة بده يصير،
هلأ هون بدنا نشوف شو استفادوا من فريق العمل. لاحظنا من خلال التقارير ومؤشرات الأداء في الأشهر الثلاثة الأخيرة زيادة كبيرة في شكاوى وتذمر المستفيدين من الخدمات التي نقدمها، وقد وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة هذه الشكاوى على وجه السرعة. ولكن كما تعلمون سعادتكم أن النظر في شكاوى المستفيدين هو جزء من اختصاص إحدى اللجان القائمة. نعم، ولكن الزيادة الكبيرة في شكاوى المستفيدين في الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة عامة وليست حالات فردية، وهذا يدل على وجود جوانب خلل متداخلة ومعقدة، وبهذا فهي تستلزم تشكيل فريق عمل. والآن وبعد مشاركتكم جميعاً في صياغة الأهداف وتحديد المعايير التي سيعتمد عليها الفريق لتحديد أسباب الشكاوى واقتراح الحلول لمعالجتها، فأنا على يقين من النجاح في تحقيق نتائج جيدة. فالفريق يضم مجموعة متجانسة ومتخصصة من جميع الإدارات المعنية، ولدى أعضاء الفريق المقومات اللازمة والكافية لأداء هذه المهمة. وقبل أن نبدأ، هل تتفقون على جميع الأهداف والمعايير وترونها واضحة؟ نعم، ولدينا جميع المعلومات والخبرات اللازمة لإنجاز العمل. نعم، واضح جدا، كل شيء واضح. لنبدأ على بركة الله. لقد ناقشنا في الاجتماع السابق انضمام بعض الأعضاء الجدد لدينا، وهذه القائمة النهائية بأسمائهم. بهذا يصل عدد أعضاء الفريق إلى 22 عضواً. لا بأس، سينضمون إلينا اعتباراً من الاجتماع القادم. من يظنون أنفسهم حتى يسمحوا بانضمام أعضاء جدد من عدمه؟ متى تنتهي هذه المهزلة؟ وأعود إلى إدارتي ومكتبي. لنعود إلى موضوعنا الأساسي، لقد استمعت جيداً إلى ما اتفقتم عليه من آراء واقتراحات، وهي كلها محل تقدير، لكن اسمحوا لي باتخاذ قرار مخالف لرأيكم، لأن ما يهمني هو صالح العمل في المقام الأول. اتصور انه الفيديو كان واضح، بتحبوا نرجع نعيد الجزء اللي خاص فقط باجتماع المدير مع الاشخاص انه في عنده مشكله ولا واضح؟ شو رايكم؟ طيب حنرجع نعيد جزء صغير اللي هو طبعاً الشكاوى ومؤشرات حنرجع نعيد بس هذا الجزء. طبعاً هذا المدير العام عم يحكي مشكلة تعرضت لها الشركة مع المستفيدين، في شكاوى كتير واردة من المستفيدين. الفريق الجماعية لاحظنا من خلال التقارير ومؤشرات الأداء في الأشهر الثلاثة الأخيرة زيادة كبيرة في شكاوى وتذمر المستفيدين من الخدمات التي نقدمها، وقد وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة هذه الشكاوى على وجه السرعة. ولكن كما تعلمون سعادتكم أن النظر في شكاوى المستفيدين هو جزء من اختصاص إحدى اللجان القائمة. نعم، ولكن الزيادة الكبيرة في شكاوى المستفيدين في الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة عامة وليست حالات فردية، وهذا يدل على وجود جوانب خلل متداخلة ومعقدة، وبهذا فهي تستلزم تشكيل فريق عمل. والآن وبعد مشاركتكم جميعاً في صياغة الأهداف وتحديد المعايير التي سيعتمد عليها الفريق لتحديد أسباب الشكاوى
واقتراح الحلول لمعالجتها، فأنا على يقين من النجاح في تحقيق نتائج جيدة. فالفريق يضم مجموعة متجانسة ومتخصصة من جميع الإدارات المعنية، ولدى أعضاء الفريق المقومات اللازمة والكافية لأداء هذه المهمة. وقبل أن نبدأ، هل تتفقون على جميع الأهداف والمعايير وترونها واضحة؟ نعم، ولدينا جميع المعلومات والخبرات اللازمة لإنجاز العمل. نعم، واضح جدا. كل شيء واضح. لنبدأ على بركة الله. لقد ناقشنا في الاجتماع السابق انضمام بعض الأعضاء الجدد لدينا، وهذه القائمة النهائية بأسمائهم. بهذا يصل عدد أعضاء الفريق إلى 22 عضواً. لا بأس، سينضمون إلينا اعتباراً من الاجتماع القادم. من يظنون أنفسهم حتى يسمحوا بانضمام أعضاء جدد من عدمه؟ متى تنتهي هذه المهزلة؟ وأعود إلى إدارتي ومكتبي. لنعود إلى موضوعنا الأساسي. لقد استمعت جيداً إلى ما اتفقتم عليه من آراء واقتراحات، وهي كلها محل تقدير، لكن اسمحوا لي باتخاذ قرار مخالف لرأيكم، لأن ما يهمني هو صالح العمل في المقام الأول. طيب، هلأ بتصور حضراتكم سمعتوا الفيديو، صار كتير واضح، تمام؟ يلا رح نسأل هلأ أستاذة عبير. أستاذة عبير، حضرتك شفتي الفيديو صح؟ أستاذة عبير، عم تسمعينا؟ طيب أستاذة ثروت، أيوة أستاذة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أستاذة ثروت. أنا هلأ بس أنا حأسألك سؤال أول شيء. هلأ أنت بتعتقدي أنه فريق العمل اللي راح يشكلوه حيكون يحقق الأهداف اللي هن متوقعينها بنجاح؟ طيب، وإذا في حال هو أخفق أو فشل، فشو الأسباب اللي حتكون أدت لهذا الشيء؟ وإذا حققت نجاح برأي حضرتك، شو هو العوامل اللي أدت لنجاحه؟ أنا بظن حينجحوا بعمله، لأنه يعني باين قائد الفريق يعني جيد، يعني باين شخص جيد، يعني تعبيره، يعني من خلال تعبيره كيف يعني قالون. تمام، إذا في أخطاء بسبب الشخص اللي ما له منسجم معهم، يعني هو بده يرجع لمكتبه وعمله، فما بعرف إذا بوجود هيك شخص ممكن يفشل العمل، يعني شخص واحد يعني. هلا كله وارد أستاذة ثروت، يعني وجود شخص بهالنفسية هي ممكن يأثر على باقي أعضاء الفريق، يعني إذا ما أثر أول مرة بعد كذا مرة حيأثر، فممكن إنه يؤدي لفشل الفريق ككل. أيوة. يلا نشوف رأي حدا تاني. شكرا لحضرتك أستاذة نور الهدى، تفضلي. يعطيك العافية أستاذة. أنا بس عندي سؤال، إنه بالأخير هو قال لهم أنا بحترم آرائكم بس بدي أتخذ قرار مخالف لقراراتكم، أنا هاي نقطة ما فهمتها، ممكن تشرحي لي إياها؟ يعني هو استمع لمناقشاتهم، استمع لوجهات نظرهم، تمام؟ إلا أنه هو شاف أنه الوجهة النظر اللي عنده إياها هو بيقدر يعطي فيها قرار، يعني بالنهاية بعد ما بتسمعي قرارات الكل أو مقترحات الكل، قائد الفريق من حقه أنه هو يتخذ القرار اللي بيلاقيه مناسب. هلأ هذا الشخص خليني أقول بجوز نتيجة أنه مدير العام شارح له بالتفصيل عن موضوع المشكلة اللي هن واقعين فيها، فاضطر أنه يتخذ قرار، القرار هو مخالف للمقترحات اللي هن مقدمينه. فهون بقى حسب المشكلة اللي هن شافوها، لأنه كل إنسان بيشوف في وجهة نظر بالنسبة له. يلا نسمع وجهة نظر أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب تفضل. أستاذ إيهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل أستاذ إيهاب. هو أنا شايف من إنه هو خد، يعني في حاجة سلبية وفي حاجة إيجابية، صح؟ الحاجات الإيجابية اللي فيه إن هو راجل حتة المجاملة مش موجودة معاه،
وبطريقة ظريفة بيرفض الحاجة اللي هي شايفها مش في مصلحة العمل. بس كان المفترض ان هو يعني كنظام الجماعات يعني هي في مجموعة فلازم القرار يبقى جماعي صح بالإقناع. أيوة كان في على الأقل كان المفروض ان هو ياخد وجهة نظر المجموعة اللي موجودة ويشركهم معاه في وجهة نظره ويقنعهم بيها. يعني طب يا جماعة انتوا بتقولوا وجهة نظركم دي بس انا شايف ان في مساوئ ممكن تحصل او مشاكل بسبب وجهة نظركم دي وانا عندي وجهة نظر تانية فانتوا شايفين ايه؟ ويشوف معاهم المميزات والسلبيات لحد ما هو مثلا ايه يقنعهم بوجهة نظره. انا شايف كده يعني. بس هو طبعا في ايجابيه ان هو رفض رايهم بطريقه ايه برضو ظريفه طريقه مش قاطعه بس برضو واضح من الراجل اللي قاعد يتكلم في نفسه ده ان هو بيعاني من الموضوع ده انه في قرارات عماله تتاخد وهو قاعد كده مش بيشارك فيها. هلا هو مو بس بيشارك استاذ ايهاب هو كمان هذا الشخص إذا انتبهت على سماته الشخصية فهو شخص عدائي شخص يعني بتحس إنه يمكن كل شيء عم يدور حواليه هو مو عاجبه ممكن. هو يمكن ما عنده روح في فريق العمل أصلاً لأنه في ناس ما بتتقبل تشتغل ضمن فريق عمل ده حقيقي وفي ناس برضو بيحبوش المهام الكتير يعني ممكن تطلب منه صح. حاجة المهام بتاعتها كتيرة بس هتجيب نتيجة كويسة وسريعة فيبتدي يعقد فيها عشان يعمل شغل قليل صح لأنه في ناس الحقيقة ما بتحب لأنه بالشغل ضمن فريق عمل بيظهر عمل كل شخص لحاله على حدة في ناس دائما بتحب تتخبى أنه في ناس عم تشتغل مكانه فوجوده ضمن فريق العمل بده يعني يظهر للموجودين كيف أنه هو أداؤه كيف عم يكون فيمكن كمان لهذا السبب ويمكن أساساً فكرة المجموعة كلها وتأسيس المجموعة هو ما كان مقتنع فيها عشان كده هو هيضيف ناس زيادة عشان ممكن بعد كده يفلتر المجموعة تاني صح مظبوط. بس برضو خلينا نبقى متفقين أنه هو حتى لو في أشخاص زي كده لازم يشركهم معاه في القرار ويقنعهم مش صح. شرط هما في الآخر إن هما يقتنعوا بس لازم يقول لهم أنا خدت القرار ده بناء على السلبيات لأنه هي من إيجابيات فريق العمل إنك أيوة. أنت لازم تشرك كل الأشخاص بعملية اتخاذ القرار يعني هذا الشيء هو أساس تشكيل فريق العمل فهذا من الأمور الهامة جدا بالنسبة لي أنا حتى في الشغل عندي عمر ما خدت أي قرار إلا لما أشركهم فيه معايا وفي أحيان كتير بيبقى هو قرارهم لما بنتناقش بعد ما كنا أخدت قرار خلاص بنتناقش بنفس الطريقة دي السلبيات والإيجابيات فبلاقي ممكن إن هم رأيهم صح خلاص صح بماشي بطريقتهم صح لأنه أحياناً الإنسان ما بيلم بكل الجوانب اللي بتحيط بالقرار اللي بده ياخده كثير من الأحيان وجود أشخاص آخرين يعطوك أفكار كثير بتوضح لك زوايا وأمور يمكن ما كنت منتبه لها فوجود أنه أشخاص تساعد بعملية اتخاذ القرار كثير بيعطي فلترة للقرار بشكل أنه يطلع بالنهاية بالشكل الأصح يعني إذا ما كان صحيح 100% بس على الأقل يكون أصح من اللي كان الشخص رح ياخده لحاله فكثير وجوده مهم تفضل. في نقطة كمان لو هم مش مقتنعين بالقرار ده هيفشلوه يعني صح. دي تجربة أنا مريت بيها كتير صح. يعني لازم تخليهم يبقوا مقتنعين إن الطريقة دي هي الطريقة اللي هتوصلنا يعني للهدف بتاعنا لو هم ما اقتنعوش بكده هيحاولوا بكل الطرق إن هم يفشلوا يعني ممكن يودوا المدير في داهية مثلا صح مظبوط لا صح هذا الكلام صح 100% إذا ما كانوا هن مقتنعين تماماً بالأفكار أو القرارات اللي اتخذت هيكون في صعوبة كتير أنه يتابعوا وينفذوا المهام اللي هي موكلة لهم يعني ممكن فعلاً أنه يعزبوا كتير قائد الفريق لينفذوا المهام هي كمان من الجوانب المهمة جداً شكراً لك أستاذ إيهاب يلا أستاذة نعمة تفضلي
أنا مع الأستاذ إيهاب بكتير أشياء حكاها يعني صحيحة. هلأ ممكن يكون له يعني ينجح ممكن يفشل، بس بحالة أنه فشل، ليش فشل؟ لأنه هو كان أخذ قرار فردي بالآخر، ما أخذ قرار جماعي، ما تشارك مع الجماعة. هلأ إذا حقق نجاح، يمكن النجاح يكون بسبب، مو لأنه هو كان حكيم ولأنه اتخذ قرار سليم، لا، يمكن عامل الحظ لعب دور أنه يحقق هذا النجاح، مو لأنه هو شارك الجماعة واتخذ قرار جماعي. يعني نحن دائما بناخذ رأي الكل وبناخذ تصويت، وبالآخر نحن بنطلع يعني بالزبدة زي ما بقولوا. بس هو يمكن عامل الحظ لعب معه الدور فنجح بالفكرة أو بحل المشكلة، أو بس مو لأنه هو إنسان كان متعاون يتعامل بروح الفريق روح الجماعة، لا، يمكن لأنه الحظ بس لعب دور مزبوط. معه مزبوط. شكرا لك أستاذ نعمت. أستاذ عبد الكريم عم يحكي كلام كمان كتير مهم. أستاذ عبد الكريم عم يحكي، هلأ أنا كنت بدي أحكي هاي النقطة، أنتوا إذا حضراتكم تفضلتوا وشفتوا الفيديو، ببداية الفيديو لاحظوا المدير العام وقت اللي كان عم يحكي مع هالشخص اللي هو قد يكون نائبه أو شيء، فكان عم يقوله أنه نحن عندنا لجنة مشكلة لدراسة شكاوي المستفيدين، ولكن نحن قررنا أنه نشكل لجنة أو فريق عمل جديد لا حتى يشوف لنا هي المشكلة. طب أنتوا إذا حضراتكم انتبهتوا أنه هو ما ذكر لا أنه اللجنة مثلاً أعطته تقرير أو إيجابيات أو سلبيات، أو هي فعلاً قدمت له شيء حتى أنه هو بناء عليه قرر يشكل الفريق. يعني هون في مشكلة، أنه يعني في شغلة كتير مهمة، أنه طالما نسبة الشكاوي كتير مرتفعة، فكان من المفترض كمدير عام يجتمع أول شيء باللجنة يشوف شو هي المشكلة الحقيقية معهم. هل هي مشكلة مثلاً أنه العدد غير كافي؟ هل هي مشكلة أنه ما عم يقدروا يلحقوا؟ هل هي مشكلة تقنية؟ هل هي مشكلة من الأشخاص نفسهم عندهم مهام كتيرة؟ يعني لاحظوا أنه أخذ قرار، يعني بالبداية كان المدير العام بالأساس اتخذ قرار بدون ما يشوف أنه أنت شو السلبيات، شو المشكلة الحقيقية اللي كانت. يعني هلأ إذا نحن ما عالجنا المشكلة الأساسية، نحن عم نأسس فريق عمل بناء على شو؟ بس لأنه في عندي، طب ما هي الشكاوي موجودة أصلاً من قبل وما تعالجت، بالعكس زادت. فكان الأولى أنه هو كمدير عام أول شيء يعرف شو هي المشاكل الحقيقية اللي هي كانت موجودة عند هاي اللجنة المشكلة أساساً، بعدين بتشكل فريق عمل. طيب، ولنفترض أنه هو عرف المشكلة وشكل فريق العمل على أساسها. هلأ لاحظتوا شغلة حضراتكم تفضلتوا بكلام كتير رائع، يعني أستاذة آثار، أستاذ عبد الكريم، أستاذ إيهاب، أستاذة نعمت، أستاذة ثروت، يعني أستاذة نور الهدى، طبعاً حضراتكم كلياتكم تفضلتوا بأفكار كتير كتير مهمة. هلأ احتمال النجاح خلينا نقول 50%، واحتمال الفشل مثلا 50%، تمام؟ أستاذة رهف عم تقول إنه مقسم الشكاوى حسب الشكاوى ممكن تتصنف إذا حساسة أو لا، تماما أحسنتي أستاذة رهف. يعني نحن لحد الآن عم نشتغل، أنت عم تشكل فريق عمل، أنت ما بتعرف شو الهدف الأساسي منه، حترجع تطلب من فريق العمل. طيب بصير بالعمل أنت تشكل لجنة وفريق عمل لمتابعة نفس الموضوع؟ في شيء خطأ. بعدين رجعت جبت أعضاء وضفتهم على الفريق نفسه، طب أنت ما عرفت شو المشكلة أصلاً عند الأعضاء القدماء، فأنت كيف رحت وجبت أشخاص جدد وضفتهم عليهم؟ هدول بركي كانوا اتكاليين حيرموا الحمل على الجداد، والجداد أصلاً ما عرفوا شو الخلل اللي صاير مع القدماء. فهون لاحظوا في خلل كتير كبير إداري. طيب شكل الفريق، عنا شخص، هذا الشخص ما له متفاعل مع أعضاء الفريق. برأي حضراتكم هذا الشخص اللي هو ما له متفاعل ومنطعد، وهو يعني إذا انتبهتوا عليه هو شخص ما له مبسوط نهائي بعمل المجموعة، وجود هذا الشخص ما هو خطأ؟ ولا يهمك أستاذة هيفاء،
يعني هذا الشخص اللي هو منطعد وهو سلبي وبينه وبين حاله هو شخص يعني خليني أقوله ما أنه مبسوط بالمنهجية أو السياسة اللي عم يمشوا فيها الإدارة. فبرأي حضراتكم هل هو شخص وجوده ضمن هالمجموعة صح أو خطأ؟ صح، لأنه هذا الشخص حيأثر على المجموعة شوي شوي. هذا الشخص صح أستاذة آثار، هون دور فريق العمل وقت بتشوف هذا الشخص هو عم يسيء لعمل المجموعة ككل، فأنت الأفضل أنك أنت تحاول تمشي معه شوي شوي. إن لقيت هذا الشخص في منه إيجابية فأنت حتستكمل، ما شفت منه إيجابية وهذا الشخص سلبي فأنت يفضل استبعاده. أستاذ وسام، أستاذ وسام حضرتك تحب تحكي شيء؟ لا شكرا. أستاذة وسام، أستاذة ثروت، بالنسبة لإضافة أشخاص جدد بالمجموعة أنا هي بشوفه يعني مو سلبية، بالعكس نقطة إيجابية، إنه شافوا إنه بحاجة لناس آخرين يعني ليوصلوا لهدفهم فضموا ناس آخرين يعني ليحققوا الهدف اللي بدهم إياه من مجموعة العمل. بس هداك الشخص يعني أنا ما بعرف شو وضعه يعني لازم يطلع لبرا. بس أستاذة ثروت هذا الكلام صحيح لو نحن عرفنا شو المشكلة كانت عند المجموعة الأولى. هلأ لو كانت المشكلة أنه هن ما عم يلحقوا الشغل فشي طبيعي أنه نحن نضيف أعضاء للفريق. طيب بركي كانت المشكلات هي كبيرة وما قدروا يحلوها، مشكلات مثلاً تتعلق بتعاملات المستفيدين مع الأشخاص المعنيين، بركي مثلاً شغلة خارج إطار صلاحيات هالمجموعة، يفترض أنه كانت بالبداية تتحدد شو هي المشكلة الأساسية مشان على أساسها ينبنى فريق العمل، يعني حتى أنت تقدر تحافظ على الأشخاص القدماء ما تقول أنه في مشكلة عندهم. فأنت لازم تعرف شو المشكلة، هل هي مشكلة من المستفيدين ولا من الأشخاص اللي باللجان ولا المشكلة من الإدارة نفسها ولا مشكلة بالتواصل ولا وين المشكلة. أنت إذا ما حصرت المشكلة أنت كيف بدك تشكل فريق عمل أصلا؟ يعني حتى الفريق اللي هلأ حيشكلوه على الأغلب حيفشل، لأنك أنت زدت العدد وحطيت خبرات ومهارات وأنت ما عالجت المشكلة الأساسية شو هي. فهون في مشكلة، يعني كان الأولى أنك أنت تشكل فريق عمل تقول لدراسة المشكلة الحقيقية وين، على مين تقع هاي المشكلة، فأنت تعرف وين بعدين بتشوف الشكاوي كيف بدك تعالجه، ولكن أنت بدك تشوف التقصير من الموظف، تقصير في مشكلة مع المستفيد، وين المشكلة. فهون كتير إنه نحن لما بدنا نشكل فريق عمل أول شغلة نعملها نحن نحدد الهدف الأساسي من تشكيل فريق العمل. هلأ يمكن تسألوني طيب 22 شخص مو كتير؟ هلأ يمكن تقولوا لي والله إنه العدد كبير. هلأ شوفوا بالشركات الكبيرة عادة عدد فريق العمل، أعضاء فريق العمل ممكن يوصل للعشرين 25 شخص، ولكن شو بيعملوا؟ بيحاولوا يعملوا مجموعة بقلبها مجموعات. كيف يعني؟ يعني بيشكلوا فريق عمل في 6-7 أشخاص، هدول هن فينا نقول القادة لفرق عمل صغيرة. هلأ هالقادة هدول هن اللي بيجتمعوا مع القائد الفريق الأساسي، بيبلشوا مثلا فلان مسؤول عن الشكاوي المستفيدين، فلان مسؤول عن مشكلة المشاكل الحساسة اللي هي العلاقة بالشكاوي اللي بتكون كتير حساسة، فلان مسؤول عن شكاوي معينة. فأنت شو بتعمل؟ بتحط لكل شخص 3 أشخاص يكونوا معه. هلأ بناء عليه بيكون هدول الأشخاص عم يشتغلوا ضمن مجموعات صغيرة تابعة للمجموعة الكبيرة. هلأ مثل اجتماع رؤساء الأقسام هي تقريباً، ولكن في اختلاف وحيد نسبه، لأن أنا سألت هذا السؤال من قبل أنه مثل اجتماع المدير العام مع رؤساء أو مدراء الإدارات. لا، شوفوا فريق العمل هو شيء مختلف تماماً عن موضوع اجتماع المدراء داخل المؤسسة ككل. شو الاختلاف؟ اختلاف دائماً فريق العمل يبنى على أساس مهمة محددة،
يعني له هدف محدد، مهمة محددة ضمن فترة زمنية محددة، 6 شهور، 3 شهور، 5 أشهر، سنة. بعدها هدول أعضاء فريق العمل كل شخص له مهمة أخرى، تمام؟ هلأ كيف يعني مهمة أخرى؟ يعني أنا فريق العمل بشكله من اختصاصات مختلفة، ولكن هدول الأشخاص هن لهم مهام أخرى داخل المؤسسة. هلأ وقت بينتهي عملهم ضمن فريق العمل كل شخص بيرجع على مكانه. هلأ وإذا كان أشخاص هن ما لهم مكان داخل المؤسسة عقود معينة، ممكن هذا الشخص ينتهي عقده ويتسرح، يعني يخرج خارج المؤسسة، تمام؟ هذا الاختلاف ما بين فريق العمل وما بين الموظف الأساسي. الموظف الأساسي بيجي وظيفته رئيس دائرة رئيس دائرة، مدير قسم مدير قسم. أما لما بيكون فريق عمل، هذا الشخص ممكن يكون مدير قسم وعضو بلجنة مثلا معينة أو عضو بفريق عمل معين. فهذا الفرق. فهون شوفوا الفكرة بتصور أنه صارت واضحة لإنكم. يعني هون لازم نحدد السبب الرئيسي من تشكيل فريق العمل على الرغم من تشكيل لجنة. يا بتحل اللجنة القديمة وبتشكل فريق عمل جديد بوجوه جديدة وأشخاص جدد، يا أما أنت بتعرف شو المشكلة الأساسية وأنت مثلاً شايف أنه الفريق القديم عم يشتغل، فأنت بترجع بتضم له أعضاء بعد ما تشوف تدرس بشكل كتير واضح ويعني دراسة عميقة لتعرف وين أصل المشكلة. فهون بتعالج أنت المشكلة بكل أريحية. هلأ الشخص المستبد، نحن حكينا ضمن فريق العمل هي شخصية غير مقبولة نهائيا. ليش؟ لأنه من مواصفات فريق العمل أنه يكون دائما في تبادل للأفكار للمعلومات، عملية إبداء الرأي، اتخاذ القرار لازم يكون جماعي بما يتناسب مع مصلحة المجموعة ككل وتحقيق الأهداف. فهون هو ما طبق هاي الشيء أو هالصفات هاي ضمن فريق العمل، فهون فيها مشكلة كمان. هلأ الشخص المبتعد، قلت لحضراتكم ممكن الشخص يتعامل معه لفترة، شافه وضل على هاي النفسية ممكن يستبعده خارج الفريق، تمام؟ واضح الفيديو هلأ صار؟ حدا بيحب يضيف شيء؟ طيب تفضل أستاذ محمد. تحياتي لك أنسة ربع، الله يسعد مساك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، سعد مساك. يا أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. أنسة بس عندي تعقيب صغير، الله يكرمك. الفيديو يمكن مقتضب شوي، لما أقول لك بعد عدة اجتماعات وأعطيك بعدين لمحة أخرى، ففي شيء هون مخبى يعني بالتفاصيل. طيب ماذا حصل بالاجتماعات؟ هل يا ترى النقاط اللي ذكرناها نحن أو اللي تنبأنا فيها أنه لازم تكون مشغولة مسبقاً حصلت أو لا؟ ففي هون تحس في قفزة معينة خلينا نسميها، صح؟ بداية مثل ما تفضلتي، أنه أعيد أنا رأيي تعقيباً على كلامك الله يكرمك. بداية ما نوجد الحل بشكل أنه أنا أبحث عن جذور المشكلة. أساساً المدير العام قال نحن راح ننشئ فريق جديد، صح. ما بحث هاي الحيثية أبداً ولا ذكر إيش التفاصيل، إيش سبب هذا الأمر، فقط قال بسبب حجم الشكاوى وعدد الشكاوى الكبير. ما هو نحن ممكن يكون ما هو حق أنه أنا فعلاً عندي خلل فظيع لحتى صار عندي عدد الشكاوى كبير، وممكن يكون عدد الشكاوى هو أساساً من أشخاص هن نفسهم، يعني خلينا نقول يعني ممكن يكون كمية شريحة من المجتمع أو من المستفيدين اللي أنا عم بقدم لهم خدمات هن نفسهم عم تتكرر شكاوي هون. فهذا الأمر يحتاج إلى فرز بالأساس لجميع الشكاوى وتمحيضها ودراسة الأسباب هاي الشكاوى، صح. على أثر هذه الشكاوى أنا ممكن شكل فريقي اللي أنا بدي حل هاي الأزمة اللي عندي. فممكن يكون أنا بحاجة لأشخاص تقنيين كقولك كمعلوماتية، ممكن أنا بدي أزمتي تحتاج إلى أشخاص محاسبيين، صح. أشخاص في الموارد البشرية إلى آخره. بعد ذلك أنتقل إلى الحل. في داخل الاجتماع الشخص اللي أظهر في إنه قال أنا بدي أخلص من هذا الأمر وأرجع على مكتب شغلي، النقطة هون رأيك ورأي الحاضرين جميعا على عيني وراسي، بس إنه أنا برأيي طب هذا الشخص عم يتكلم في قلبه، يعني هذا يبطن أفكاره، فأنا كيف بدي أعرف أو أتنبأ
كأنا مدير هاي الجلسة أو زميل فيه، إنه هذا الشخص أنا ما راح يكون ضار في جلستي هذا أو في اجتماعي من خلال تفاعلك معه أستاذ محمد. من خلال أنه حضرتك كقائد فريق أنت مطالب تراقب كل شخص موجود معك على نفس الطاولة. جميل. فيفترض هذا وقت عم يحكي بينه وبين حاله أنت لاحظ إيحاءات وشه كان كتير منطعد. نعم. هلأ نحن ما قلنا من أول مرة نحن نستبعده، لا، نحن قلنا هذا الشخص نحاول نشركه، تفاعل معنا ضمن الفريق تفاعل، ما تفاعل معنا هذا الشخص نستبعده، معناته هو شخص ما بيحب أنه يعمل ضمن فريق عمل ممكن، يعني هذا الشخص ما بيحب يشتغل ضمن فريق عمل. تمام وضحت أنسي. النقطة الفقرة الأخيرة، مدير الجلسة وقد قال أنا يعني مشكورة أو مقدرة آرائكم، ولكن أنا بدي أخذ قرار بعكس ذلك. هلق أنا ما بعرف إيشو جدية القرار اللي أخذه، ممكن يكون بهالحالة هي قائد الفريق هو أكثر أوسع رؤية من الأعضاء، فقل لك معه حق، ولكن أسلوبه أنا برأيي إنه فيه إشكالية، إنه رأيكم جيد بس راح أخذ قرار منافي يعني أو معاكس لها شيء، يعني أنا كنت واحد من أعضاء الفريق وبقول ليش بأسس جماعتنا وأخذت رأيي ما دام بدك تضرب فيه. هو هاي النقطة كمان نقطة ضعف، لأنه يفترض من أهم البنود الأساسية لعمل فريق أنه أنت تأخذ رأيهم ككل تتناقش، حتى إذا كانت وجهة نظرك مخالفة لرأيهم تناقشهم تطمعهم بوجهة نظرك، يعني أنت مو بتستنى لتسمع منهم وتضلك 3-4 ساعات واجتماع وراء اجتماع وراء اجتماع وراء اجتماع وبالأخير تقول لهم أنا حأخذ قرار مخالف لرأيكم. تماما حتى الرأي اللي أنا شايفه صواب ممكن أتناقشه معهم، يعني الفريق ينور لي زوايا أنا ممكن ما كانت تخطر لي، أو إذا أنا حسيت أنه أنا فعلا فكرتي متفوقة على فكرتهم فأنا معك وفكرتك جدا حلوة، بس إيش رأيك مثلا نشتغل في النقطة الفلانية، بحيث أني محور الفكرة حول رأيي بس بالأخير هني يقولوا لي أنه رأيك صح يعني من ألسنتهم. فهون أنا بكون أشاركتهم في اتخاذ القرار فعلا وقدرت وثمنت جهودهم، وما أشعرتهم أني أنا عبجمعهم بس كمالة عدد أو لحتى أني أخذ رأيي بالنهاية. أحسنت، شكرا لحضرتك استاذ محمد. شكرا لك. هي كمان لا بالعكس، انا بحب انكم تشاركوا، لانه شوفوا حضراتكم كلياتكم بتشتغلوا، يعني كل شخص هو اكيد في عنده زوايا بشوفها يمكن انا ما اقدر اشوفها، حضراتكم عم تشتغلوا، يعني في كتير منكم بيشتغلوا ضمن فريق عمل. هلا انا شفت الزوايا اللي انا اعتبرتها انه هي مشكله، هلا حضراتكم شفتوا زوايا ثانيه، فهذا الشيء كله بيخلي الواحد يشوف من زوايا مختلفة، بيلاقي إنه الموضوع صار ملم فيه أكثر. فبالعكس الله يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا. طيب بتصور هلأ الفيديو صار واضح وما عاد فيه مشكلة إن شاء الله. هلأ حنشوف أشكال التعاون داخل المجموعات. طبعا العفو، شكرا لحضراتكم. يلا هلأ عنا أشكال التعاون، عنا 3 أشكال للتعاون داخل المجموعات. أول شيء الشكل الأول، شوفوا بتلاحظوا قارب، هالقارب يعني جدفوا فيه 3 أشخاص بنفس الاتجاه، فبتلاقوا هدول دائما ماشيين بنفس الاتجاه، فبتلاقوا هذا تعبير عن الفريق المتحد، يعني الكل عم يمشي ليوصل للهدف نفسه. هلأ كل واحد إجباري بده يساعد الثاني، لاحظوا بتلاحظوا أنه هون إذا وقف واحد الاثنين الثانيين حيشتغلوا، فهون بتلاقوا كلهم حام يشتغلوا بنفس الاتجاه. حنشوف المجموعة الثانية طبعا، وهذا الشيء الصحيح بعمل المجموعات. هلأ نجي على الشكل الثاني، الشكل الثاني عندنا قارب ولكن كل شخص عم يشتغل باتجاه، هون صدقوا تماماً ولا واحد منهم رح يوصل للهدف، حيصير مضيع وهدر للوقت بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه كل شخص بيشوف من وجهة نظره أنه هو عم يشتغل صح. هلأ هون لاحظوا مو بس بالاتجاه، حتى بالهدف في مشكلة، فهون لاحظوا بحياتهم ما رح يوصلوا لا اللي قاعد بهذا الطرف ولا اللي قاعد بهذا الطرف إذا ما قعدوا على نفس الطاولة وتناقشوا وحاولوا كل شخص يقنع الثاني بوجهة نظره. هلأ حنجي للشكل الثالث، الشكل الثالث عنا 4 أشخاص، 3 أشخاص عم يمشوا باتجاه وشخص لحاله عم يمشي باتجاه معاكس. طبعاً هون هي من أحد المشاكل اللي بتصيب المجموعات. ليش؟
لأنه هذا الشخص قد يكون، شوفوا مو دائما الشخص اللي بيجي بعكس المجموعة بيكون شخص خطأ أو شخص سلبي أو شخص لازم نستبعده، لا، قد يكون هذا الشخص هو شايف زاوية معينة باقي الفريق ما عم يشوفها. ممكن أنه نتيجة أنه هدول الأشخاص لهم نفس التشابه بالأفكار، لهم نفس البيئة، نفس الثقافة، عم يشوفوا الموضوع من نفس الزاوية. هذا الشخص شاف الموضوع من زاوية أخرى، قد يكون هذا الشخص فيه له إيجابية على الفريق، ولكن ممكن كمان يكون هذا الشخص له سلبية، فممكن رأيه يعطل عمل المجموعة. هلأ إذا شافوا أنه أثر بشكل سلبي على المجموعة، فهون نحاول نقنع هذا الشخص بوجهات النظر الموجودة عنا. إذا ما اقتنع بدنا نضطر مثل الفيديو أنه نستبعد هذا الشخص عن المجموعة. ولكن أحياناً بيكونوا هدول الأشخاص صح عم يقولوا فكرة مختلفة، ولكن قد تكون هذه الفكرة هي من الجوانب الإيجابية اللي بتفتح أزهار فريق العمل. يعني أنت فعلياً بيكون في جانب أنت ما شفته، هذا الشخص ممكن يشير لك لهالزاوية اللي هي ممكن تفتح لك فيها أبواب، مثلاً لك أنت تتعاقد مع ناس آخرين، ممكن هالمشكلة تنحل بسرعة، فأنت فعلياً هذا الشخص لازم تسمع رأيه. فلما بتسمع رأيه بجوز تلاقي فيه جوانب إيجابية مفيدة لحتى ينجح عمل الفريق وتحقق أهدافه. ممكن يكون لا، ممكن يكون العكس، هذا الشخص يكون يأثر سلبا على عمل الفريق، فيفضل أنك أنت هذا الشخص تتحاور معه، تحاول تقنعه تصلحه، ما مشي الحال فأنت بدك تضطر أنك تستبعده. نجي هلأ على موضوع الاتصال داخل المجموعات الصغيرة. هلأ ليش نحن بنتواصل مع بعض داخل المجموعات الصغيرة؟ أول شيء تحقيق حاجات نفسية واجتماعية. عادة بالمجموعات الصغيرة نحقق الأهداف بسرعة أكبر. ليش؟ لأنه نحن عندنا أشخاص متخصصين، كل شخص عنده مهارات وخبرات مختلفة. عملية تبادل الأفكار والخبرات بتساهم بسرعة كبيرة بتحقيق الأهداف. هيصير تبادل للمعارف، طبعاً هيشعر الإنسان بأهمية وجوده داخل المؤسسة. هي كمان من المواصفات اللي هي كتير مهمة لأعضاء الفريق، لأنه هذا الشخص بيشعر بانتمائه. لما أنت تشرك هذا الشخص بعملية اتخاذ القرار، فهذا الشخص بيشعر كتير بانتمائه للمؤسسة. بعدين كمان بيعطي أريحية للتعامل بين الأشخاص مع بعض البعض. يعني هذا الشيء كتير أنه أنت في أريحية لما بتقول القرار أو بتقول مقترحك، فما بتشعر أنك أنت مزعوج أو أنت متضايق، لأنه أنت بتعرف حالك عم تحكي وكأنك عم تحكي ضمن عائلتك. فهذا من الأمور الهامة جداً. فهن هدول نحن نتواصل داخل المجموعات الصغيرة مجموعة من الأسباب اللي هي مهمة جداً لتشكيل فريق العمل. قديش لازم يكون عدد أعضاء فريق العمل؟ قالوا عدد أعضاء فريق العمل فينا تكون حد أدنى 3 وأكثر شيء 15-20. طبعاً هدول كلهم بيوحدهم هدف مشترك ومهمة محددة، وبيتفاعلوا مع بعض ليوصلوا لهالهدف هذا. رح أوقف أنا هون، نعمل بريك مشان نستكمل بعدين، لأنه كله بفريق العمل. صح أستاذ حمزة، شوفوا بأي مجال لما بتشكل فريق عمل صدقوني المعلومات اللي بتستفيدوا منها كتير مفيدة. ليش؟ كمان هون بيعطي أريحية بالتعامل الأشخاص مع بعضها. لما بهيك الشخص بيشعر انه هو عم يحكي مع شخص ما هو اعلم منه، ما هو ادنى منه، نحن عم نشتغل كعائله وحده، فهذا كتير بيعطي اريحيه. حتى الشخص لما بيحكي افكاره بيتبادل مع معلوماته مع الاشخاص اللي حواليه بحس باريحيه. فهون كتير بتكون العمل ممتع. استاذ فايز، حدا عنده استفسار أو سؤال لهون؟ رح نوقف هلأ نطلع بريك 10 دقايق ونرجع إن شاء الله. يلا رح نطلع بريك 10 دقايق ورح نرجع إن شاء الله بعد 10 دقايق نستكمل المحاضرة. يلا بشوفكم بعد 10 دقايق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا السلام عليكم. حضراتكم معنا ولا لساعدكم بالاستراحة ولا رجعتوا؟ يلا كثير منيح. يلا الله يعطيكم العافية. يلا حنكمل هلأ بعناصر المجموعة. تمام؟ هلأ شو هي عناصر المجموعة؟ أو فينا نقول اللي على أساسها بتنبنى المجموعة. تمام؟ عندنا أول سبب لنبني مشانه هالمجموعة، لأنه بس في شغلة كتير مهمة، فريق العمل أو المجموعة ما بتتشكل إذا ما كان في شيء مشكلة أو مهمة معينة. شكراً لك أستاذة نعمت. إذا ما كان في مشكلة أو شيء معين تتشكل مشانه فريق العمل. أما بالوضع الروتيني العادي ففي عندي مؤسسة، في بنية هرمية موجودة داخل المؤسسة، في مدير وفي مدراء وفي موظفين وفي مستوى تشغيلي، فهون بيختلف عندي فريق العمل. تمام؟ بالمؤسسة بوضع الطبيعي ما له علاقة أبداً بفريق العمل. إمتى نحن منشكل فريق العمل؟ عند وجود مشكلة أو حدث معين، أو بدي أنا أقوم بشيء جديد يعملوا لي دراسة، فأنا هون بشكل فريق العمل. تمام؟ عشان نحن ما نخلط الأمور مع بعضها. يعني ما تفكروا أنه المؤسسة هي عبارة عن فريق عمل، لا أبداً. ها انتبهوا، المؤسسة أو المنظمة ما هي فريق عمل، إنما نحن لما بننشئ مجموعات صغيرة ومنكلف كل مجموعة بمهمة محددة ونوزع المهام وبيكون في قائد فريق وينجز خلال فترة معينة وتتسلم المهمة، وقت هذا اسمه فريق عمل. تمام؟ بس مشان ما يصير خربطة بين المؤسسة وعملك ككل وما بين فريق العمل. أستاذة ثروت عندك حضرتك شيء بتحب تضيفي؟ لا أستاذة شكرا. العفو. يلا أستاذ حمزة تفضل، حضرتك كنت رافع إيدك بدك تسأل شيء. تحياتي أستاذ ربا، مساء الخير، الله يعطيك العافية. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ حمزة. ما في بالعادة، هي أول درس ما بتشاركنا، النت عندك كأن والله النت عندي كتير سيء كتير والله، يعني من آخر الجلسة من شغلة خمس دقايق بالعفو بالقسم الأول من الجلسة لاشتغل كويس. يلا الحمد لله هم إنه اشتغل مشان هيك تشاركنا الجلسة. لا والله يعني أستاذ. مجموعات أنا بعرف إنه حضرتك بتحب تشارك على طول. إيه والله مجموعات العمل هلا بتصادف احيانا مثلا بعض المنظمات ما في تدعم جهات معينه او اجسام معينه، بس ولكن هي مضطره انه تتدخل. فهي مثلا ما في تتعامل، خلينا نقول على سبيل المثال مثل مجلس محلي مثلا، يعني ما بتقدر تدعمه بشكل مباشر، هي فتلجا لتشكل مجموعات عمل او فرق او فريق. هاي المجموعه تكون معتمده على الشراكات مع الجهات الثانيه، عند تواصلات جيدة مع المجتمع المحلي، وبالإضافة عنده تواصل مع هذه الجهة المانحة أو المنظمة أو أيا كان. يعني فهون يعني نحن بإطار عمل مؤسسي، ولكن يعني بيغيب عنه الشكل أو الشخصية الاعتبارية لهذه الجهة اللي عم بتنفذ. يعني فأنتوا طبيعة عملكم هو بتعتمدوا أكثر شيء على المجموعات أو فرق العمل، يعني أنتوا ما في عندكم السيستم العام هو السيستم البنية الهرمية الموجودة ضمن المؤسسة التقليدية. لا لا، هلا انا بالنسبه لي كعمل، يعني لا انا عملي بمؤسسه بالدفاع المدني السوري، ولكن القصد انه يعني لما بتتشكل مثل هيك مجموعات عمل ممكن تكون لهيدي الاغراض. فانت يعني مثل ما بتذكر هون بالسلايد الاول انه الهدف من هذا التشكيل، هدف هذا التشكيل يعني بيكون مهمه يعني محدده. ايوه لمهمه محدده تماما. صح صح، شكرا لحضرتك استاذ حمزه. هلا استاذ محمد، الفرق بين الفريق والمجموعه، هلا اثنيناتهم نفس الشيء؟ تمام، سواء كانت المجموعة الصغيرة، هي المجموعة الصغيرة يقصد فيها فريق العمل. تمام، هلأ نحن عادة هلأ فينا نقول الفريق بيتفرع عنه مجموعات صغيرة. الفريق هو إنه أنت مثلا عندك فريق مكون من 9 أشخاص، هل كل شخص ضمن هالفريق بحاجة إلى مثلا 2-3 يساعدوه لينجز مهمته، فأنت فيك تقسم هدول الأشخاص لمجموعات صغيرة اللي هي عبارة من 3-9 أشخاص فيك تحط بالمجموعة. أما فريق العمل فيك تحط لغاية 15 شخص. ففيك تعتبر أنه فريق العمل هو الأساس، والمجموعات الصغيرة هي فروع من فريق العمل.
تمام. هلأ هي شوف أستاذ حمزة، الفريق هو بيكون كتير منظم، ونفس الشيء المجموعة. المجموعة كمان في شغلة مهمة، إنه المجموعة لما بتكون ثلاث أشخاص أنت ما فيك تقول هون صار، يعني هي عبارة مجموعة صغيرة، ما فيك تقول فريق عمل. عادة فريق العمل عمله أوسع، يعني فريق العمل لما بتشكل أنت فريق عمل أنت بدك من كل الاختصاصات يكون ضمن هالفريق هذا. مجموعة بتكون يمكن هي مجموعة تخصصية أكثر بمجال محدد، فبتكون أقل العدد فيها، فبيكون الفريق هو أوسع. يعني أنتوا بتلاحظوا بالشركات الكبيرة كتير بيعتمدوا على تأسيس فرق العمل كتير، ولازم هالفريق يضم مجموعة من الاختصاصات المختلفة. هلأ لما بيكونوا من الاختصاصات المختلفة كتير في فائدة بتجي على أعضاء الفريق ككل. إذا بتتذكروا الدرس الماضي يمكن في أحد السيدات أو الأساتذة سألوني إنه نحن إذا عنا حالات مثلا موظف خجول انطوائي ما بيحب إنه مثلا يتعامل مع حدا، إنه شو الحل؟ إذا بتتذكروا وقتها قلت لكم في فكرة كتير مهمة، إنه هذا الشخص حتى تساعده لازم تشركه بالعمل ضمن فريق العمل. متى ما أشركته بالعمل بيصير هذا الشخص عنده قدرة أنه هو يحكي أفكاره، هذا الشخص يقدر يقدم مقترحاته يناقش. فهون أنت بتكسر هذا الحاجز الموجود عنده، هو حاجز الخوف. فهون كتير مهم أنك أنت تبني فريق عمل. هذا الشيء حتى بصراحة أحياناً كانوا يعملوا بالشركات اللي هي بتكون جايبة موظفين جداد، فشو كانوا يعملوا؟ يعملوا لهم مسابقات ويعينوهم، يروحوا يقولوا نحن بدنا منهم يعملوا لنا دراسة عن وضع السوق، تمام؟ وضع السوق بمنتج معين، تمام؟ يجيبوا هدول الموظفين الجداد مشان يكسروا عندهم حاجز الرهبة والقلق والتوتر والخوف، شكلوهم ضمن مجموعة فريق عمل. يقولون أنت مثلاً مسؤول عن شريحة الفلانية، أنت مسؤول عن المكان الفلاني، أنت مسؤول عن المثقفين، أنت كذا. الأخير أنتوا كلكم مطلوب منكم تعملوا تقرير واحد، كل واحد منكم في جزء خاص في ضمن هذا التقرير يشرح فيه عن الشيء اللي هو شافه. بتلاقوا هذا الشخص بتلاقوا فوراً فات بالعمل مباشرةً. فكتير من الأحيان في شركات كبيرة بتلجأ لهي الطريقة لحتى هدول الأشخاص ينكسر عندهم حاجز التوتر والخوف والقلق من العمل ضمن المؤسسة. إذا نرجع لعناصر المجموعة. عناصر المجموعة، الهدف أو الأهداف مثل ما حكينا أنه لازم يكون في لهم أهداف مشتركة، لازم يكون في تنظيم. يعني لازم إذا أنا عم بحكي بالأمور القانونية لازم كل شخص موجود عندي له علاقة بموضوع محدد. أنت تسألي مثلا عن آلية العقود، أنت تسألي عن آلية التعاقد، أنت تسألي، فأنت تكلف كل شخص بمهمة محددة. يعني فينا نعتبر الإدارة الوحدة لما بيكون عندها أكثر من موظف وعم تسند مهمة لكل شخص عم يشتغلوا في إطار مجموعة صغيرة. يعني أنت لما بتكون إدارة مالية وعندك ثلاث موظفين، كل موظف بتخصصه بمهمة معينة، بتطلب من كل موظف أنه يعطيك تقرير معين، فأنت وكأنك عم تشتغل معهم ضمن مجموعة صغيرة. فشوفوا هون بيكون العمل كتير منظم. هلأ اعتماد متبادل، أنت فعلياً ما رح ينجح عمل واحد من فريق المجموعة ومن أعضاء المجموعة بدون عمل العضو الآخر. يعني فعلياً الأعمال متكاملة ضمن المجموعة حتى ضمن فريق العمل. فأنت ما بيصير أنه شخص يعطي أو يقدم عمل لحاله، أنت بالنهاية في صورة عامة للمجموعة ككل أو لفريق العمل ككل. فهون أنتوا فينا نعتبر مثل ما حكينا أنه نحن نقدر حتى ضمن الإدارة الوحدة أنه الفريق الموجود عندي أو الأشخاص الموجودين عندي لما بوزع لهم هالعمل هذا يعملوا معي كأنه مجموعة وحدة. تحفيز كتير مهم. يعني أنا عندي ثلاثة موظفين،
الست موظفين عندي واحد نشيط كتير، واحد متوسط النشاط، وواحد كسول. فأنا شو بعمل؟ صح، أحسنت. فأنا شو بعمل؟ بجي أنا مشان حفز الكسول أني دائماً حاول أنه أقول له شوف لي المتوسط، نشوف هذا متوسط كذا، بس عم يشتغل شغله، عم ياخد العمل، بس عم ياخد وقت أطول، ولكن عم ينجز عمله بالوقت المحدد. فأنت شوي شوي بتعمل تحفيز، ممكن هذا الأولاني تعطيه مكافأة، الثاني تعمل له تقدير، الثالث تقول له أنت حاول تشتغل شوي وأنا ممكن أعمل لك تقدير المرة القادمة. فأنت تحاول، شوفوا دائما المنافسة بين أعضاء المجموعة كثير ضرورية لحتى ينجز العمل بسرعة. تفاعل، لازم يكون في تفاعل بيناتهم، إذا ما كان في تفاعل فهون كارثة. تفاعل أنه لازم أنه المجموعة الصغيرة، أنه كل عضو يقدر يتواصل مع باقي أعضاء الفريق أو باقي أعضاء المجموعة، وإلا ما بينجز العمل. فكل ما كان في تواصل كل عضو مع باقي الأعضاء، كل ما تم إنجاز العمل بنجاح. إذن الهدف والتنظيم والاعتماد والتحفيز والتفاعل هي عناصر المجموعة. طبعاً الاتصال بين المجموعة الصغيرة، شوفوا اللي هي بتكون بين 3 إلى 9 أشخاص، بتكون وجه لوجه. فهن عادة بتكون هي مشكلة لحل مشكلة صغيرة أو مشكلات بسيطة. فعادة بهالاجتماعات هي ممكن أنه يتواجهوا ويتواصلوا مع بعضهم، لكل واحد يقدم مقترحاته حول المشكلة المعنية. طبعا وجود الشخص وجها لوجه أمام باقي أعضاء الفريق أو باقي أعضاء المجموعة هام جدا. عملية التواصل اللفظي وغير اللفظي مهمة جدا. صفات الاتصال هي بتكون بأكثر من اتجاه. ليش؟ لأنه نحن عم نتناول جوانب مختلفة، هو لفظي وغير لفظي، كان بيحدث بين 3 إلى 10 أشخاص أو 20 شخص يشترك فيه أفراد المجموعة ككل لإعطاء أو اتخاذ القرار. هلأ شو هي وظائف الاتصال بالمجموعات الصغيرة؟ بتلاحظوا شغلة إنه عادة بالجامعة مثلا بتلاقوا دكتور الجامعة بشكل بيقسم الطلاب مجموعات. شو الهدف من التقسيم؟ بيقول لك الهدف من التقسيم إنه أنا كل مجموعة تقدم لي مشروع، ومشروع واحد متكامل، بس مطلوب منهم إنه كل شخص يعطيني شو أنجز بهالمشروع. فبتلاقي إنه مثلاً الدكتور عنده 500 طالب، فبيقسم مثلاً كل 50 طالب لمجموعة، بيقول لهم مثلاً كل واحد فيكم بده يعمل لي مشروع. فبيجيب هدول الطلاب وبيجي وقت المناقشة، مثلاً أنتوا الثلاثة شو عملتوا؟ أنتوا كذا شو عملتوا؟ أنتوا شو عملتوا بهالمشروع؟ بتلاقي بالأخير بيقدموا له تقرير بيكتبوا أسماءه فيه إنه نحن سوينا هاي الشغلة، نحن سوينا هاي الشغلة. فهو عملية التجميع ضمن مجموعات هي وسيلة تعليمية. هيك تتقوى العلاقات بين الطلاب، وبنفس الوقت تزداد معارفهم ومعلوماتهم حول الموضوع اللي كلفهم فيه الدكتور. مثلاً وسيلة علاجية، كثير من الأحيان بشكل مجموعات. هالمجموعات الهدف منها لمعالجة شيء معين، مرض موجود عند شخص، ممكن شخص بيعاني من اكتئاب. فشو بيعملوا؟ بشكل مجموعة هالمجموعة لحتى تساعد هذا الشخص للتأقلم مع المجتمع الخارجي، وهي اسمها مجموعات علاجية. كمان في عنا هو كمان انه شكل مجموعة بهدف الإقناع، لأنه عادة ضمن المجموعة يفترض أنه في شخص صح بده يتخذ قرار، ولكن مهم جداً أنه نستخدم الإقناع بعملية اتخاذ القرار، وهو وسيلة لحل المشكلات. دائماً المشكلات مثل ما تفضل أستاذ إيهاب قبل شوي، أنه كثير من الأحيان الشخص عنده قدرة على اتخاذ القرار، ولكن هل القرار اللي عم يتخذه صحيح 100%؟ فدائماً الإنسان بيلجأ لتشكيل مجموعات تساعده بعملية اتخاذ القرار، مشان يكون قراره نوعاً ما لنسبة معينة صحيح. لما بيشارك الأشخاص الآخرين باتخاذ القرار، كتير الإنسان بيرتاح بعملية اتخاذ القرار. شو هي أنواع المجموعات الصغيرة؟
حكينا عنها إذا بتتذكروا، إنها مجموعات أولية وثانوية. إن المجموعات الأولية اللي هي بتضم الأسرة أو العائلة أو الأشخاص المقربين، وهي علاقة مستمرة ما إلى نهاية. ومجموعات ثانوية، طبعاً المجموعات الثانوية اللي هي بتتشكل لصالح هدف معين. وقلنا شغلة إنه نحن طالما عم نحكي عن المجموعات الثانوية، إذن عم نحكي عن مجموعات لها علاقة بمشاكل محددة أو أهداف محددة. مثل شو؟ مثلاً عملية اتخاذ القرار، حل مشكلات، لجان، تعليم، المجموعات العلاجية اللي حكينا عنها قبل شوي. فهي بتكون خاصة بموضوع المجموعات الثانوية اللي هي بعد ما تخلص مهمتها هالمجموعات ممكن إنها تنحل، وكل شخص يعود إلى مكان عمله السابق. يعني عنا مشكلة مثلا معينة، تشكلت لجنة، هاللجنة أو هالمجموعة تشكلت لتعالج هالمشكلة هاي. متى ما انتهت وعالجت هالمشكلة، كل شخص بيرجع لمكانه وتنتهي عمل هاي المجموعة. إذن هاي ميزات المجموعات الثانوية. هلأ أخلاقيات العمل بالمجموعات الصغيرة شو هي؟ أنه طبعاً كل شخص له حقه بإبداء الرأي. شوفوا كتير مهم المشاركة بعملية اتخاذ القرار. لازم كل الأعضاء يتبادلوا المعلومات بينهم وبين بعضهم ويتساعدوا بتحقيق الأهداف. لازم تكون المعلومات الموجودة ضمن المجموعة هي معلومات سرية، ما لازم أي شخص يفشيها خارج المجموعة. ليش؟ لأنه نحن في عنا منافسة، تمام؟ فالمنافسة داخل المؤسسة مطلوبة لينجاح العمل. ولكن لما أنت بتروح بتحكي أسرار عمل الفريق أو عمل المجموعة، فأنت قد تسبب أو يعني تتسبب بكارثة للمجموعة اللي أنت عم تشتغل فيها. ممكن أشخاص آخرين ياخذوا الأفكار تبعكم يشتغلوا عليها، فهون ممكن تصير في مشكلة لعمل الفريق. فمهم جداً إنه يكون في سرية تامة. نجي على موضوع التكنولوجيا اللي حكينا قبل شوي، إن هل التكنولوجيا بتأثر على عمل المجموعات الصغيرة؟ وقلنا إنه طبعاً بتأثر بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه نحن قلنا إنه هلأ حالياً وجود التقنيات والتكنولوجيا يعني أدت إنه الاجتماعات كلها تصير عن طريق استخدام وسائل معينة، برامج معينة، تطبيقات معينة. فأنت ما عاد بحاجة إنه يكون فريق العمل أو أعضاء المجموعة متواجدين بنفس المكان. فأنت ممكن تشوف الشخص صوت وصورة وأنت عم تشوفه عن بعد. فوفرت كتير على الأشخاص إنه يتابعوا عملهم بشكل كبير وبشكل فعال. حتى قلت لكم شغلة إنه حتى صارت الشركات تتابع أداء الموظفين بأعمالها بكل أريحية باستخدام التكنولوجيا والتقنيات المختلفة. طيب خلينا نشوف شو هي سلبيات المجموعات الصغيرة. هلأ سلبيات المجموعات الصغيرة، قال أول شيء من سلبيات المجموعات اللي حكينا عنها قبل شوي أن المجاملة على حساب الهدف، وتناقشنا فيها قبل شوي إذا بتتذكروا، أن نحن ما بيصير نجامل أي حدا على حساب تحقيق أهداف المجموعة. وقلنا موضوع إهدار الوقت، أن أحياناً لما بيكون المجموعة ما عم بتقوم بعمل على أكمل وجه، فبيصير تضييع للوقت بشكل كبير. الشغلة الثالثة اللي هي عدم توزيع الأعباء بشكل عادل. كيف يعني هذا الشيء؟ هذا يعني أحياناً نشوف بمؤسساتنا كتير من الأحيان بيعملوا هذا الإجراء، اللي هو لما بيشوفوا شخص، الشخص متميز، الشخص نشيط، الشخص بيحب عمله، شخص مهارته عالية، شو بيعملوا؟ مو بيقولوا هذا الشخص عم يشتغل وينجز عمله بسرعة، بيروحوا بيكلفوه بأعباء كثير كبيرة مقارنة مع شخص متسيب. بتلاقوا هذا الشخص كسول، ما بيشتغل، بيحب السرسرة، فبتلاقي ما بيحاولوا يكلفوه بأعمال كثيرة، بينما الشخص الشاطر والذكي يروحوا بيكلفوه بأعباء كتير كبيرة. هي نفس الموضوع بيصير بالمجموعات الصغيرة، بيشوفوا شخص شغيل بيكلفوه بأعمال كتيرة بينما شخص آخر ما بيكلفوه. فهي من سلبيات المجموعات الصغيرة. أحياناً
اختلاف طرق الاتصال بين أفراد المجموعة. لازم من أهم الأمور اللي بده يتم دراسته لما بيشتغل الواحد من فريق عمل أو مجموعة أنك تحدد وسيلة الاتصال المعتمدة. شو يعني وسيلة الاتصال المعتمدة؟ يعني تتفقوا على وسيلة تواصل أو وسيلة اتصال بيتم من خلالها متابعة الأعمال. يعني ما بيصير أنا أعمل اجتماع وفلان يعتذر إلو ببعث لك إياها ورقياً. تمام إيه صح أستاذة آثار، أحياناً هيك بيعملوا إنه مستعجلين كتير وطالبيننا منه وهذا الشخص بيعرف صح فبيسلموه كل شيء. هلأ كنت عم بحكي موضوع على اختلاف طرق الاتصال. لازم ببداية عمل الفريق تتحدد طريقة الاتصال بيتم التواصل فيها مع جميع أعضاء المجموعة أو الفريق. كيف يعني هذا الشيء؟ يعني أنت بتحدد من بداية اجتماعك مع فريق العمل أو مع المجموعة بتقول لهم نحن كل أسبوع عنا اجتماع ساعة، ممنوع حدا يتغيب عن هذا الاجتماع. أو بتقول لهم نحن كل أسبوع أنا بدي منكم تقرير أسبوعي عن تقدم العمل بالمهام اللي أنتم مكلفين فيها. أو بتقول لهم نحن مثلا يوم الجمعة هيصير عنا اجتماع على النت بالبيت المساء الساعة 7 لحتى نشوف تقدم العمل. فأنتم من بداية الاجتماع أو من بداية عمل المجموعة أو الفريق بتحدد شو هي وسيلة الاتصال. هلأ اختلاف وسيلة الاتصال حيكون سلبية كتير كبيرة على عمل المجموعة. ليش؟ لأنه كل شخص إذا بده يستخدم وسيلة اتصال خاصة فيه فهون حيصير كتير خربطة بالعمل. يعني شخص بيقول لك والله أنت ما خبرتني على الاجتماع، أنا رحت. الشخص الثاني بيقول لك أنا ما كتبت التقرير تبعي، بدي شي يومين ثلاثة لأكتبه. فأنت هون بدك تتجنب هاي السلبيات، فأنت من البداية يفترض أنت تشوف تكتب شو آلية التواصل بدك تتم أو شو هي الآلية اللي بدك تستخدمها بالتواصل مع أعضاء الفريق أو المجموعة. تأثير الداخلي المؤدي للفشل. كيف يعني؟ أحياناً إذا شخص مكتئب، ممتعض، سلبي، فبتلاقي إذا شخص قرب منه فبيأثر بشكل كتير سلبي على الأشخاص اللي أمامه. وجود هذا الشخص إذا أنت ما حاولت تشاركه أو يتفاعل معك ضمن المجموعة فهون ممكن هذا الشخص يسبب لك مشكلة مع أعضاء الفريق. ظاهرة كراهية المجموعة كمان هي من الظواهر الموجودة. في ناس مثل ما حكيت لحضراتكم أنه ما بيحبوا يشتغلوا ضمن المجموعة. ليش؟ إنه تعود إنه في عنده إكس واي وزد بيشتغلوا عنه، فوجوده ضمن المجموعة هذا خليني أقول تفسير واضح إنه هذا الشخص ما بيشتغل، فهذا ما بيحب يدخل ضمن المجموعة حتى ما يظهر سلبياته وعيوبه أمام باقي أعضاء المجموعة. أستاذة آثار تفضلي. تفضلي أنتي. هلق على نقطة اتخاذ وسيلة الاتصال بين أعضاء المجموعة الصغيرين، ممكن هاي تكون إيجابية بس سلبياتها ممكن تكون أكثر من إيجابياتها. من مبدأ على الموعد اللي اتفقنا مجموعة، أنا صارت معي شخصيا، اتفقنا فريق تم تشكيله، اتفقنا على موعد أسبوعي لنفترض يوم الأربعاء الساعة كذا، اتفاق الجميع هذا موعد ثابت أسبوعي للاجتماع. أول مرة، تاني مرة أكيد ما الكل كان يلتزم، فحبينا إنه عشان نستغل الوضع أكثر مخرجات الاجتماع صرنا نناقشها للأشخاص اللي ما كانوا يحضروا، نبعثها على مجموعة واتساب كانت موجودة لاجتماع هاي الأشخاص، فصار الأغلب النسبي صارت تقل بدل ما تزيد. ليش؟ صار الكل يستنوا مخرجات الاجتماع من خلال المجموعة اللي ترتسيب، فكنا 24 شخص نجتمع 5 أو 6 ماكسيموم من كل أعضاء الفريق. فتحديدنا لموعد هذا الاجتماع معا باختيار الجميع وموافقتهم عليه كان سلبي لأن أكثر ما يكون إيجابي. ممكن 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 أستاذة آثار، بس هون في شغلة مهمة. لما بيتفقوا شوفي لما بيكون في التزام، هلأ يمكن أنتوا عندكم مشكلة لأنه شوفي لأنه عادة لما بيتحدد موعد اجتماع أو مفترض أنه أنت تقدم تقرير أسبوعي بهذا اليوم، لما بتكون الإدارة صارمة تجاه هدول الأشخاص صدقي تماماً ما ممكن واحد يتخلف عن الاجتماع. بس يبدو عندكم شوي في مرونة، فلهيك أنه أنتوا لقيتوا باب تاني أو وسيلة اتصال أخرى.
وبالرغم من هيك شوفي في مهم شغلة مهمة، أنه اتفقتوا بالأخير أنه يتم إرسالة عن طريق مجموعة واتساب، يعني أنتوا بالنهاية اتفقتوا على وسيلة اتصال. أما لو أنتوا ضليتوا مخسلفين صدقي تماماً ولا شخص رح يشتغل، صح؟ يعني أنتوا بالنهاية شوفوا، أنا مثل ما عم أقول لحضرتك أنه أنتوا اتفقتوا بالأخير على أنه أنتوا المخرجات تبعتوها على الواتساب، لو هن معترضين على مجموعة الواتساب صدقي تماماً لا يمكن تاخذي منه النتيجة، لأنه حيروحوا يدوروا على وسيلة تانية، بقى حيخلص عمل الفريق ولسه عم تدوروا على وسيلة اتصال، فهون كمان مشكلة. أستاذ محمد تفضل. تحياتي أنسي ربما مرة تانية بعطيك العافية. يا أهلا وسهلا تفضل. هلق شوي خلينا نقول مشكلة شخصية أنا بحس بنفسي، موضوع أنه أنا بالنسبة لي عندي فريق للعمل ولكن غالبا ما بوثق إلا إذا اشتغلت بإيدي، يعني فهذا الأمر بيعطي عندي شوي استقلالية بالعمل دون العمل الجماعي، علما أني أنا بأنتج إذا كان صار العمل الجماعي بشكل جيد وتوزعت المهام بالتساوي بالتراضي أيا كان فأنا تمام بأنجزتي عليه تمام، بس لما أني أنا بدي أخذ القرار وفضل أشتغل بنفسي. هاي حضرتك عم تحكي أنه أنت عندك مشكلة بتعاملك مع فريق العمل، ممكن السبب أستاذ محمد؟ لا ما في مشكلة، ولكن لا أنا أنت بتحب أنه أنت دائما تشتغل بإيدك تماماً، لأنه بتعتبر يمكن العمل اللي أنت حضرتك بتقدمه هو عمل متقن أكثر لما بيكون أنت عم تراقبه وعم تتابعه بخطوة بخطوة، صح؟ أستاذ محمد كأن صوتك راح شوي، هلا صوت حضرتك راح كمان. طيب أستاذ محمد حضرتك عم تقول انه احيانا بيكون عند الشخص مشكله انه هو بيحب يشتغل العمل بايده، صح؟ عم تسمعوني حضراتكم؟ تمام واضح. تمام شكرا لحضرتك. هلا احتمال هذا الشيء هو مو مشكله، ولكن نحن تعودنا يمكن انه نحن تعودنا انه نحن يمكن دائما فكرة المجموعات وفريق العمل هي بتضيع الوقت أكثر ما ينشغل، بس هو الحقيقة بالأعمال الكبيرة وجود العمل الجماعي كتير بيسهل، يعني العمل اللي بيشتغله أستاذ محمد لحالك عم تشتغله قد يكون أنه يعني ممكن بدك 4-5 أشخاص يشتغلوا، فأنت ليش لتحمل أعباء لحالك؟ دائما الشخص لما بيشتغل ضمن فريق عمل هو بيرتاح، بتتقسم المسؤولية على الأشخاص، كل شخص بياخد جزء، فهذا كتير بيريح بالعمل. أستاذ محمد حضرتك ما عم تسمعنا أكيد، بس يعني يمكن حضرتك إذا عدت التسجيل وسمعت فبتصور أنه إجابتي يمكن تكون واضحة لحضرتك، يعني المهم أنه تقدر ترجع تدخل ضمن عمل جماعي تحصل فيه أخطاء وسلبيات، ولكن مع الوقت بيقدر الإنسان يتغلب على كل السلبيات الموجودة ضمن العمل الجماعي. أستاذة ثروت عند حضرتك سؤال؟ لا بدي أقول لك مشان العمل الجماعي يعني كتير أحياناً مثلاً بالجامعة بيطلبوا بحث مثلاً من عدة طلاب، صح. يعني غالباً يعني الشاطر هو بيبذل جهد أكثر من الكسالة، تلاقيهم هنيك معتمدين عليه وبالأخير بيقدموا البحث باسمهم كلياتهم وبيضيع جهده للشاطر وبياخذوا كلهم نفس العلامة، هيك بيصير يعني كتير أحيانا، صح. بيصير صح، بس هو شوف أستاذة صح صح، بس هو أستاذة ثروة تشوفي الفكرة وين هلأ. نحن حتى بالجامعة أحيانا نعطي للطلاب حلقات بحث، بس هلأ أنا ما بعرف هلأ الدكاترة التانيين كيف بيعملوا، بس أنا عادة كل طالب بقول له مثلا أنت لك جزء من هذا البحث أنت بدك تكتب بهذا الجزء، فأنا اللي بوزع للطلاب، فأنا لما بيجي بيقول لي والله أنا ما سويت جزئي فأنا ما بروح العلامة للباقين، عرفتي كيف؟ يعني بغض النظر عن أنه والله تقدم كبحث كامل، هلأ أحياناً يفضل أنه الشخص لما بدك تعطي بحث أو بدك تقسم العمل تقسم أنت العمل كواحد قائد فريق، أنت لازم تقسم العمل، أما شخص شاطر
تيجي تحط له معه 4-5 يعتمدوا عليه، يعني حرام هيك، هو رح ينظلم اصلا. اي والله كثير هيك بتصير يعني. يعني هي مشكله، هي غلط الدكتور، يعني يفترض انه هو يقول لهم اعطوني شو كل واحد فيكم شو عمل ويكتب لي ملخص عنه بعدين تجمعوا. او بالشاطر بس انا بنحرج من رفعته، بيخجل يقول انه انا كتبت يعني بذلت اكبر جهد او هيك، فبيخجل منه فبيتفسع. مزبوط والله. يعني أنا هاي القصص كتير بسمع فيها أنه طلاب كتير أحياناً بيجوا بيقولوا لي بالأخير بيقرروا أنه يشتغلوا لحالهم، فلهيك أنا من بداية البحث بقسمهم، أنا أنت عليك مثلاً أنت هاي من هذا الجزء لهذا الجزء لألك، وأنت هذا الجزء لألك، أنت تبحث في هاي الدراسات مثلاً. فهيك يعني أنا بحس حالي أنا ما ظلمت حدا فيهم، حتى إذا واحد قصر بعمله فأنت ما بتحطي العلامة لكل الطلاب نفسها. فلهيك دائما أن الطلاب حتى ولو كانوا عم يشتغلوا بنفس المجموعة مو الكل اللي بياخد نفس العلامة، كل واحد على مقدار المجهود اللي هو قام فيه، فهيك بيضل أحسن يعني. يلا أستاذة دينا، شكرا لحضرتك أستاذة سروات. أستاذة دينا تفضلي. شانس ألو. أيوة أستاذة دينا حضرتك، رفع إيدك تفضلي. ست بس أنا عندي سؤال، يعني بخصوص مثلاً ضمن بيئة العمل أو فتشي، يعني راح يصير طرح أفكار أكيد ونقاش، فيعني شنو أفضل طريقة ممكن أنه شلون نرفض بيها فكرة المقابل؟ يعني إذا دا يصير يعني مثلاً نقاش أو فتشي والفكرة يعني منقول ما ملائمة للشيء المطروح أو المعروض، يعني شنو أفضل طريقة للرفض الودي يعني حتى لا يصير شوية مشاحنات صح. أو فتشي، فيعني شنو ممكن يعني كمقترحات؟ هلا هو أستاذ دينا عادة الإنسان لازم يتقبل وجهة نظر الطرف الآخر ولو كانت غلط، هي أول شيء يعني ما يرفضها وجهة نظر، لا يعني مثلا من باب احنا باعتبار كاختصاص علمي يعني شغلات طبية، يعني انه اكو اشياء غلط واكو اشياء صح، يعني انت فاهمين ما تقبل المجاملة انه اوافق عليها، يعني يا صح يا غلط، ما بيها حل وسط، يعني مو وجهة نظر شخصية، لا وجهة نظر علمية يعني. هلا هون بوجهة النظر العلمية هون ما في مجاملة أستاذة دينا، يعني وتكون حضرتك بتعرفي إنه هذا الشيء خطأ 100% حتى ولو كان الإنسان يعني شخص أكبر منه سناً وعنده خبرة أكثر، بالعكس أنت إذا عندك الحجة والبراهين والإثبات إنه أنت رأيك صح، بس يفضل إنه أنت ما تحكي مع هذا الشخص أمام الناس يعني تمام، يعني انت حتى هذا الشخص ما تحرجيه او تحرجي نفسك، يفضل انك انت مثلا ممكن اذا هذا مثلا دكتور معك او شيء ممكن حضرتك تاخذيه على مكتبه او على توقفي انت ويا مثلا بالكريدور تشرحي له وجهه نظرك، تحكي له انه في مثلا براهين واثباتات على هذا الموضوع، بالعكس هيك بيكون تقبله، حتى اذا ما تقبل الفكره وانزعج فهو انزعج بينه وبينك مو امام الناس. فهي أحسن فكرة أنه أنت إذا حضرتك بدك توصلي فكرة للطرف الآخر ما لها علاقة. لا أنا فكرت أول شيء حضرتك عم تسألي ببيئة العمل العامة، ببيئة العمل العامة ما في شيء خاص، يعني أي موضوع بينطرح بكل بساطة أنت فيك تقولي أنه أوكي أنا معك بوجهة نظرك ولكن أنا بقترح هيك أو أنا بفضل هيك أو أنا بشوف من وجهة نظري هيك الأصح، بس طالما حضرتك عم تحكي بأمور علمية والأمور العلمية ما فيها مزح وما فيها أنه الخطأ بيصير صح والصح بيصير خطأ، ما بيصير هاي الشيء أبداً، فهون لا أنه حضرتك يفضل أنه تاخذيه مثلاً على طرف وتتناقشي معه بالموضوع، هلا مقتنع هو حر طالما هذا الشيء ما بيأثر عليك على حضرتك يعني بالعمل، هو حر بقراره ولكن أنت بتعرفي أنه أنت القرار اللي أنت اتخذتيه هو الصح. تمام شكراً. اهلا وسهلا استاذ تينا. استاذ حمزه حضرتك كان عندك سؤال. الله يعطيكم العافيه. قلقيتي بس يعني هو تنويه للسؤال سالته الانسه قبل شوي الانسه دينا، يعني هلا نحن لما بيكون في عنا خلاف او اختلاف وجهه نظر بشيء علمي سواء كنا باجتماع او ببيئه عمل او ايا كان، فان ممكن نطرح انه اعاده التركيز على هاي الفقرة مثلا، انه مثلا عم تحاكى على شيء معين انه هذا غلط هذا صح انا شايف هيك انت شايف هيك، ممكن نحن نرجع ندعو لانه نرجع للبحث العلمي نفسه ونتأكد من هذا الموضوع،
يعني ممكن هي كطريقة تواصل انه قدام الجميع، هي ما ممكن ما يكون فيها احراج يعني، حتى لما بيكون بس هي استاذ حمزة عم تقول موضوع احيانا طبي، تمام؟ هلا بموضوع طبي وقت بدك تحكي امام اطباء قد يسبب احراج له وللشخص الاخر. ايه تمام، انا مع الانسة من وقت اللي باشرت الحديث يعني انتبهت انه الموضوع طبي. ايه تمام، يعني هو يعني بتفرق انه يعني ما بين انه يكون الحديث شخصي بحيث انه ما يتسبب ب بأذية نفسية للشخص الثاني، او انه يكون بطريقة جماعية انه نحن بنرجع لهذا البحث بنشوف شو بيقول يعني. اي صح، بس هو احيانا في ناس بالذات مثلا لما بيكون شغلة علمية وشخص مثلا اكبر منك سنا او عنده خبرة اكثر، وتيجي انت امام الناس تقول لا انت هاي الفكرة اللي انت عم تحكي فيها خطأ، كتير حيشعر انك انت قللت من احترامه امام الناس، فهذا الشخص صعب لا يتقبلك ولا يتقبل الفكرة اللي انت عم تطرحها ولو كانت صح. فأنا لهيك نصحت لأستاذة دينا أنه لا، يفضل أنك أنت بهيك موقف أنه أنت هذا الشخص تناقشيه على انفراد، يا هو بيقنعك يكون عنده إثباتات، يا أنت بيكون عندك إثباتات وأقنعتيه وممكن هو يصحح الخطأ الموجود عنده، يرجع يقرأ من أول وجديد يشوف لا أنا المعلومة اللي أعطيتها مثلاً للطلاب كانت خطأ، فهو بينه وبين حاله ممكن يصححها ويضل هيك الموضوع بين شخصين. أما لما أنت دكتور وهو عم يشرح وتجي تقول له لا المعلومة اللي أنت حكيتها خطأ، يعني يمكن ما عاد يحكي مع هذا الطبيب مرة أخرى بحياته، أو ممكن تسبب له مشكلة يعني. فمن باب التعامل أو تواصل مع هذا الشخص أنه لا أنت تاخده على طرف وتحكي معه، عشان لا تقلل من احترامه ولا تقلل من احترامك كمان، فهي كمان كتير مهمة. تمام أستاذة سروت، حضرتك عندك شيء قبل ما نكمل؟ أنا عدت على يعني رأيي مو صحيح، يعني اسمحي لي يعني مثلاً بدنا نكتب نحط فيه مصطلحات طبية أو علمية، تجي بتقولي للمدير بيقول لك لا هذا بلا، نستعمل الخطأ شائع أفضل من صواب مهمل بيقول، وبتكوني أنت مثلاً جايبتي ورجيتي القاموس الطبي وهذا هو المصطلح وبيرفض، يعني فهالحالة شو بده يساوي الواحد يعني؟ صعب للأسف، صعب صعب، وبالذات أستاذة سروت أنا ليش كنت عم قلنا للأستاذة دينا، وصعب أنت وتجيبي مثلا جيبي القاموس الطبي مثلا وتفرجيه قدام الدكاترة الباقيين، شو بده يكون موقفه هو، شو موقفه هي؟ رفض يستعمل المصطلح الصحيح، لا خطأ شو خطأ شائع أفضل من صواب مهمل، هيك تبريره يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، هي مشكلة الحقيقة، مشكلة في العقول، صعب الواحد يتعامل معه احيانا، في ناس صعب يعني صعب انها تتغير اصلا. هلا استاذه فاطمه عم تقول كان في معلمه اذا جاوب الطالب على سؤاله غلط بتبتسم وتقول له هذا جواب صح بس لغير سؤال، من باب المزاح يعني قصدك حضرتك، مو هيك استاذه فاطمه؟ يعني من باب المزاح مشان ما تقول له جوابك غلط تقول له جوابك صح بس لغير سؤال. تمام شكرا لحضرتك. يلا حنشوف هلا، احنا حكينا اذا فريق العمل بيكون مشكل لمهمة محددة، بيكونوا مجموعة من المهارات المتكاملة مع بعضها لتأدية مهمة محددة. حنجاوب على بعض الأسئلة. حنسأل استاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن الخميسي، أستاذ عبد الرحمن، من أسباب الاتصال في المجموعات الصغيرة أنه يقدم معلومات ومعارف متعددة، صح أو خطأ؟ أعيد السؤال بعد إذنك. من أسباب الاتصال في المجموعات الصغيرة أنه يقدم معلومات ومعارف متعددة، صح؟ صح، لأنه بالمجموعات الصغيرة مو حكينا بيتبادلوا مع بعض المعلومات والمعارف. نعم تمام، شكرا لحضرتك. يلا أستاذة هيفاء، حضرتك معنا؟ أستاذة هيفاء الحربي، أستاذة هيفاء، أستاذة نجاح، يلا أستاذة هيفاء معنا. يلا أستاذة هيفاء، من العناصر التي يجب توافرها في المجموعات الصغيرة التنظيم والاعتماد المتبادل، صح؟ أحسنت.
تمام، أحسنتوا جميعا، برافو عليكم. يلا سؤال اللي بعده أستاذ منصور. أستاذ منصور، من سلبيات المجموعات الصغيرة إهدار الوقت. أستاذ منصور، طبعا من سلبيات إهدار، صح، أحسنتوا جميعا. يلا السؤال اللي بعده أستاذ نجاح، حضرتك معنا. أستاذ نور علي، يلا أستاذ نجاح، لا تؤثر التجربة السلبية السابقة لأحد أعضاء المجموعة على أدائه في المجموعة اللاحقة. خطأ. صح، خطأ، لأنه التجربة السلبية ممكن تكون هي حافز لأنه يرجع يشتغل من أول وجديد. نعم. فما بتأثر التجربة السلبية القديمة مع عضو بلجنة جديدة أو بمجموعة جديدة. شكراً لحضرتك. يلا أستاذة رهف، أستاذة رهف، أستاذة رهف الأعرج، يلا أستاذة رهف، من إيجابيات العمل في المجموعات هو اختلاف طرق الاتصال بين أفراد المجموعة. هل هي من إيجابيات العمل بالمجموعات إنه نحن نختار طرق اتصال مختلفة؟ خطأ، أحسنتي، لأنه نحن هي من سلبيات العمل بالمجموعات إنه كل شخص يتواصل مع أعضاء الفريق بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين، إنه هي من السلبيات اللي هي أبداً ما نجيدة بالعمل. إن لازم تحديد وسيلة اتصال يتم التواصل وتكون معتمدة من كل أعضاء الفريق. نجي هلأ مثل ما حكينا إنه كيف بنبني فريق العمل. أحسنت أستاذ أناس، إنه أول شيء لازم نحدد الهدف ونبني الفريق ونحدد الأدوار. كل شخص لازم يكون في له دور محدد، لازم يكون في قائد للفريق. شو دور قائد الفريق؟ قائد الفريق هو يعتبر العصب المحرك ضمن فريق العمل. لازم هو يتابع مع الكل، لازم يشوف كل مشاكلهم، لازم يكون في تقارير دورية، مسؤول عن تنظيم العمل. إذن القيادة دورها هام جدا بعمل فريق العمل. شو هي احتياجات أعضاء الفريق العمل الجيد؟ قال لازم يحتاجوا للمبادرة والتنظيم والتفاعل الفعال والتشجيع والمبادرات. كيف يعني هذا الشيء؟ يعني نحن دائما حتى يشتغل الفريق ما لازم نحن دائما نقول له انت عمل، انت سوي، انت دورك اليوم. لازم الشخص يكون مبادر من نفسه لحتى يتم العمل بنجاح. لازم يكون في عملية تنظيم. تنظيم مقصود فيها يعني انا تحديد المهام بحسب الوقت، يعني نقول هاي المهمة تنجز بدها 3 أيام، هاي المهمة الثانية بدها 2، هاي المهمة الثالثة بدها 4 أيام. فهذا الشيء عملية التنظيم كتير مهمة لإنجاح عمل الفريق. تفاعل المتبادل مع الفريق، يعني أنت بالأخير لازم تعرف الشيء اللي أنت عم تشرحه للفريق وعم تتابعه معك فيه رد فعل إيجابي منه، أنه في شيء عم يصير. أما مو أنت والله بتضلك عم تتابع معه وبالأخير تلاقي أنه ما في استجابة، فهون مشكلة. دائما لازم يكون في تشجيع لفريق العمل وتشجيع المبادرات أيضا. يعني أنت لازم تعطيه مثلاً مكافأة معينة، بطاقة تكريم معنوية معينة لهذا الشخص اللي هو عم يبادر دائماً لحتى يتم عمل الفريق بنجاح كامل. شو الفائدة من اجتماعات العمل؟ طبعاً اجتماعات العمل مثل ما بتعرفوا حضراتكم هي بتضم مجموعة من الأشخاص. هالأشخاص قد تكون الاجتماعات هي بهدف العمل أو بهدف أنه فرق عمل أو مجموعات صغيرة أو اجتماعات العمل الروتينية التقليدية اللي منعرفها. هلأ ليش منعقد هالاجتماعات هاي؟ أول شيء أنه مشان كل شخص يكون مسؤول عن المهام المكلف فيها. لازم هي تكون من أهم الوسائل لعملية اتخاذ القرار. دائماً بصير متابعة من خلال اجتماعات العمل. لازم بتحقق شيء معين اللي هو نوع من الانتماء والتلاحم ضمن أعضاء الفريق أو ضمن المجموعة اللي هي عم تقوم بهالاجتماع هذا. ممكن يكون مناخ جيد للإبداع والابتكار. يعني أحياناً الاجتماعات الشخص بيطلع معه فكرة معينة بتساهم بزيادة إنتاجية العمل عند مثلاً فريقه أو عند مجموعته.
عملية التكامل اللي بتتم ضمن الاجتماعات بين أعضاء الفريق الواحد كتير مهمة لإنجاح العمل. فهي عمل اجتماعات العمل هي الميزات اللي هي كتير ضرورية. هلأ في فكرة هون كتير مهمة اللي هي حكينا عليها قبل شوي، الاختلاف والاتصال بالمجموعات. قبل شوي حكينا عن موضوع كان الموضوع كتير هام، تلكم مو ضروري الشخص المختلف بالعمل هو شخص سيء أو بيأثر بشكل سلبي على عمل المجموعة. قلنا أحياناً الاختلاف بالعمل ممكن يكون له إيجابية، ممكن هذا الشخص يكون في زوايا موجودة بهالمشكلة المجموع ما عم يقدر يشوفها، فكثير بيساهم بتقديم حلول معينة لمعالجة هالمشكلة من زوايا وجوانب مختلفة. فالاختلاف بالمجموعة كثير مهم، بشرط أنه هذا الاختلاف ما يكون دائم، يعني ما يتقصد الشخص أنه دائماً يكون على خلاف ضمن فريق العمل، فهون بيكون فعلاً فيها مشكلة. نجي هلأ على بعض الأسئلة. لح نسأل هلأ أستاذ أيهم، حضرتك معنا؟ أستاذ أيهم الحجي؟ صح، أحسنتي أستاذة فاطمة، الاختلاف ما لازم يولد خلاف، صح أستاذ أيهم. طيب أستاذة ضحى، أستاذة ضحى مارتيني، طيب أستاذ هيثم غزال. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ هيثم. أحد عناصر المجموعات الصغيرة، أنت أكيد ما عم تسمعني صح؟ لا حالياً عم بسمعك من بلا. أي تمام، يلا. أحد عناصر المجموعات الصغيرة الذي يعكس استطاعة العضو على الاتصال بأعضاء المجموعة الآخرين، يعني شو هو المؤشر اللي بيعطيني انعكاس إنه هذا الشخص اللي هو ضمن هالفريق أو ضمن هالمجموعة بيقدر يتواصل مع أعضاء المجموعة الآخرين؟ هل هو التنظيم أم التفاعل أم التحفيز أم الاعتماد؟ كيف بنعرف إنه هذا الشخص عم يتواصل مع أعضاء الأشخاص الآخرين مو هو قاعد بالاجتماع وساكت؟ التفاعل. التفاعل، تمام، أحسنت، أحسنتوا جميعاً. التفاعل، شكراً لحضرتك. التفاعل هو أهم شيء، أنه بيعطيني مؤشر أنه هذا الشخص عم يتواصل مع باقي الأشخاص. إذا كان ساكت كل الاجتماعات معناته هو شو؟ هو بس متلقي؟ فهون لازم ننتبه لهالموضوع هاد. نسأل هلأ أستاذ حمدو. أستاذ حمدو حضرتك معنا، حمدو العثمان، معك أنسي، تفضل. يلا. أي مما يلي ليس من عناصر بناء فريق العمل، ليس من عناصر بناء فريق العمل، هل هي القيادة أم تحديد الأدوار أم تشابه المهام أم العمل بروح الفريق؟ تشابه المهام. أحسنت، ليش؟ لأنه كل شخص له مهام محددة، يجب توزيع المهام على الفريق بشكل يعني مختلف، كل واحد له مهام محددة. صح، ما بصير تتشابه المهام لأنه بتتحول العمل لاتكالية بالأخير. صح، أحسنت، شكرا لحضرتك. يلا أستاذة هالة إبراهيم. أستاذة هالة حضرتك معنا، أستاذة هالة. طيب أستاذ حسن، أستاذ حسن الكناش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يلا أستاذ، إذا سمحتي، أي مما يلي ليس من خصائص التفاوض الفعال، هل هو استعمال القوة أم الكلفة أم النوعية أو التناغم؟ أعتقد استعمال القوة. صح، لأنه مو معقول واحد جاي عم يتفاوض رايحين نشتري قطعة من المحل نقوم نسلخه كفين للزلمة مشان نتفاوض معه على حق القطعة، صعبة طبعا. أكيد لا، فهو خصائص التفاعل أو التفاوض الفعال إنه ممكن تتفاوض معه على الكلفة، ممكن على نوعية المنتج، ممكن إنه يكون هيك نخفض صوتنا نعلي صوتنا مشان إنه نتفاوض معه بحيث إنه نحن نحقق الشيء اللي نحن بدنا إياه. فاستعمال القوة هي مو من خصائص التفاوض الفعال. شكرا لحضرتك. شكرا. يلا نجي على السؤال اللي بعده.
نسأل أستاذة عبير، حضرتك معنا أستاذة عبير؟ يلا أستاذة عبير، من أسباب انضمام الفرد للعمل في المجموعات، هل هو الخصوصية أم السيطرة أم الأمان أم جميع ما ذكر؟ هل هناك خصوصية بالعمل ضمن الفريق؟ وهل هناك سيطرة؟ أستاذة عبير أحسنتي، هي الأمان، لأنه الشخص بيشعر أنه مو بس أمان، هو انتماء كامل لما بيشتغل ضمن فريق عمل، بيشعر بانتمائه الكامل إلى فريق العمل وإلى المؤسسة، فهي نوع من الأمان. يلا نسأل هلأ، خليني أشوف. أستاذ مدحت، أستاذ مدحت حميدي، معك أنسي، معك. يلا أستاذ مدحت، من عوامل نجاح فريق العمل أو فرق العمل، هل هي تحديد الأدوار أم القيادة والعمل بروح الفريق أم بناء الفريق وتحديد الأهداف أم جميع ما ذكر؟ جميع ما ذكر أكيد. طيب بس لحظة طلعني. هلا تحديد الأدوار أنسي عوامل، يعني لازم تحدد أدوار إذا بدي ينجح الفريق. يعني أنا بدي أعطي كل شخص بالفريق مهمته، هذا دوره كذا، هذا دوره كذا. لسه قيادة والعمل بروح الفريق كمان، هذا المفروض. هلا هن كلهم بيزبطوا، بس الشيء الأساسي من عوامل نجاح الفريق في شيء محدد. القيادة والعمل بروح الفريق. أحسنت، لأنه موضوع القيادة هي يعني أنت كفريق واحد عم تشتغل، بهمك يكون في قائد للفريق، بهمك أنه كل شخص عم يشتغل بروح الفريق لحتى ينجح العمل. تحديد الأدوار خلص تحددت، أنت عم نجاح عمل الفريق الأدوار بتتحدد إجباري، ما رح يتأسس فرق العمل إلا ليتحدد دور كل شخص. فأنت فعلياً بهمك موضوع القيادة والعمل بروح الفريق، يعني كل شخص يشعر أنه هذا الفريق هو كأنه عائلته، فهو عم يشتغل بروح الفريق، هذا الشيء مهم جداً. إذن أنا حوقف هون، تمام؟ حدا عنده أي سؤال أو استفسار لهون؟ الله يعطيكم العافية، نعتذر منكم، كانت المحاضرة شوي هيك ضخمة، ولكن بعتقد أنه المعلومات اللي موجودة في حضراتكم كلها ياتكم مارسينا بشكل حقيقي يمكن بأعمالكم. شكراً لكم، الله يجزيكم خير جميعاً، استفدت من أفكاركم كثير، بتمنى هيك تكون في فائدة لحضراتكم، الله يعطيكم العافية. بشوفكم على خير إن شاء الله الدرس القادم إذا الله راد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصبحوا على خير. شكراً أستاذ روبا، شكراً. العفو، يا أهلاً وسهلاً.